انطلاقة صباحية جديدة لبرنامج صباح الخير يا كويت، حياكم الله مشاهدينا وينما كنتوا، وبداية يوم جديد وأفكار جديدة وأمنيات متجددة دائما يتمنونها إن شاء الله تحمل بين طياتها السعادة والتفاؤل. بعد ما صبحت عليكم وصبح على زملائي نواف وعبد الرحمن، صباحكم خير. صباحك الله بالخير افتخار عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام صباحكم الله بالخير، حياكم الله معانا. في شوية برد بس نبي شوية نشاط، وأيضا المداومة والتفاؤل مطلوب في بداية اليوم. نعلم ان اليوم الثلاثاء وباكر الاربعاء والخميس، وفي شوق للخميس. ما ادري اذا عبد الرحمن مشتاق الخميس ولا لا. صباحك الله بالخير. صباحكم الله بالنور والسرور، وعليكم مشاهدينا الكرام. اليوم اول مره نحس بهذه الاجواء البارده اللي صدق نقدر نقول الشتاء دخل في الكويت، وبالفعل كلنا شتينا وصارت قومه الصبح صعبه، لان الدفء دائما ينادينا ودائما نبي نقعد ونبي نطول القعده وما نواودنا نطلع وحوشنا هذا البرد، لكن دائما اكيد نفضل اولويه العمل على اولويه الكسل والنوم. فليش دائما كذي؟ اي لا، مربعانيه قالت يبا انا اعطيتكم شوي فتشه، خلاص ترى انا المربعانيه، ترى انا صدق وصلت فتحملوني، لان انا المربعانيه، لان انا البرد اللي درجات الحراره تقريبا 11 12 كنا امس بالديوانيه احنا قاعدين حسينا وشغلنا الدفايه ولاول مره، يعني بدا الانخفاض يعني يبين فعلا، وخصوصا انه مرتادي المناطق البريه حسوا ان الشتاء الفعلي دش، ولكن احنا نقول في المدينه ما زلنا خلال النهار نشعر ان الاجواء دافيه وبالليل الهواء كان بارد، يعني دومين اللي طافوا. اليوم يوم مميز بصراحه زملائي، اليوم يلامس المشاعر الانسانيه، اليوم هو اليوم الدولي للتضامن الانساني، ويعتبر احد القيم الاساسيه والعالميه التي ينبغي ان تقوم عليها كثير من العلاقات ما بين الشعوب. هو يوم يتم التأكيد فيه على تعزيز السلام وحقوق الإنسان، وأيضا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك يحقق التعاون الدولي كي يحل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو كان أيضا طابع اجتماعي وثقافي أو إنساني. اليوم الإحساس بمعاناة الآخرين جدا مهم، سواء كان فقر أو نقول اللي تعاني من كوارث أو شنو ما كانت العلاقة الإنسانية بين البشر جدا مهم. لذلك هذا اليوم يوم مميز بالنسبة لنا كبشر، اليوم العالمي للإنسانية، ولذلك نستشعر في مثل هذا البرد اللي احنا سولفنا عنه تلك البلدان اللي يعني لديها الفقر سواء في المأكل أو المشرب أو حتى في الملبس، فهو لديهم معاناة أكبر وأكبر. أسأل الله أن ينهي هذه المعاناة في هذه البلدان وأن ينتشر السلام في دول العالم أجمع. نعم، من أهم ركائز يوم التضامن الإنساني هو تذكير الدول بالاتفاقيات اللي عقدت على أساس حل القضايا الإنسانية حول العالم، وأهمها قضية محاربة الفقر في شتى أشكاله وأنواعه. ويعني يوم كذلك يدعو مثل ما ذكروا زملائي إلى السلام وإلى تعزيز هذه الروح ما بين شعوب العالم. لذلك تتجسد إنسانية البشر، يعني بعيدا عن كثير نقول من الطائفية والعنصرية وحتى عنصرية اللون، اليوم الإنسانية والإحساس بالآخرين جدا مهم، خصوصا ما تفضلت يا نواف يعني الفقر والجوع، وهناك من يعاني من تحت خط الفقر. اليوم لازم نحس بالآخرين من خلال تبرعات أو مد يد، يعني المعاونة اللي كثير منه هو يحتاج. لذلك الجمعيات الخيرية يعني مشكورة وعلى هذا التذكير بأن كسوة الشتاء وايضا باسعار زهيده جدا جدا. انا شفت واحده من الاعلانات لاحدى الجمعيات بان دينار واحد فقط تكفل هذا الدفء للانسان، صحيح، سواء كان صغيرا او حتى كبيرا. فهذا التبرع دينار واحد فقط، هذا المبلغ اللي لا يساوي شيء بالتاكيد عند كثيرين، لان مبلغ جدا زهيد، تخيل انه يساوي الشيء الكثير في هذا البرد القارس في دول انا اعلم تماما ان درجه حراره في هذه الايام تحت الصفر. فتخيل ان هذا الدينار ينقذ هذا الانسان من هذا البرد. اكيد طبعا، ولا ننسى كذلك على ان البرد اللي قاعد نحس فيه اليوم هو جزء يعني بسيط من البرد اللي قاعد يحسون فيه اخواننا اللاجئين في المخيمات وعلى الحدود وما الى ذلك من اراضي بعيده وخاليه من الخدمات ومن وسائل الراحه. فدائما ما نستذكر ونشعر بمعاناه غيرنا ونساهم في الدفء وفي إيصال المؤونة إلى كل محتاج من خلال التبرع للجمعيات الخيرية في الكويت وكل الجهات الموثوقة والمعتمدة واللي تقدم أكيد أيادي العون من بداية تاريخ العطاء في الكويت. فعلا، وهذا شيء معروف على الكويت اليوم مشاهدينا، اتفق جميعا الإنسان بدون مشاعر، بدون ما يكون عنده الإحساس بالآخرين كالجسد بدون روح. اليوم في ناس للأسف عندها هذه قساوة القلب نواف، عندها عدم الإحساس بمشاكل الآخرين. اليوم مو شرط أنت تروح تطبطب يعني في كلمة، ولكن هناك من يحتاج إضافة الكلمة أنك تساعده، خصوصا بما قلت جو بارد ودرجات حرارة منخفضة، وهناك بعض المناطق تعاني من
يعني ثلوج ودرجة حرارة جدا منخفضة حتى تحت الصفر يحتاجون الدفء. وشفنا كثير الحملات لله الكويت، لله الحمد مشاهدة الكويت يعني سباقة في مثل هذه الحملات، كي حملات إغاثة نقدر نسميها أو حملات مد يد المعاونة لكل الدول المحتاجة. لذلك احنا نسمينا ببلد الإنسانية وبلد العطاء. واليوم اليوم العالم الإنسان، فالإنسان هو رقم واحد للإنسان في مساعدته. وإحنا مع المشاهد الكرام كانت هذه دردشة خفيفة وموضوع خفيف عن اليوم العالمي للإنسان. بنشوف معاكم شنو عندنا، مخرجنا أيضا مجهز لكم فقرات وضيوف اليوم، خلونا نشوف معاكم في هذا الفاصل. ضيوف حلقة اليوم: المهندس يوسف عبد العال، مهندس البرنامج الإنشائي لحرم كلية العلوم بمدينة صباح السالم الجامعية. المهندسة فاطمة العيسى، مهندسة البرنامج الإنشائي لحرم كلية العلوم بمدينة صباح السالم الجامعية. هناء الجاسم، مصممة ومدربة لأعمال الورد. دائماً اسعى لتحقيق أحلامك. الحياة لا تكون ذات مغزى دون أن يكون هناك هدف. دائماً دون أهدافك وارسم خطة نجاحك واسعى لتحقيقها. الحياة لا تكون سهلة أحياناً وتكون صعبة في الأحيان الأخرى، ولكن مع المثابرة سوف تبتسم لك الحياة. مع الإصرار سوف تحقق كل ما تراه مستحيلاً. اقرأ، اكتب، تطلع إلى الثقافة، ساهم في تطوير ذاتك ومجتمعك. جمال الروح ذاك هو الجمال. تبون تعرفون عن شنو وعن أي جمال بنتحكى بعد شوي بنية اليوم؟ حياكم الله مشاهدينا في أولى فقراتنا لهذا اليوم عن حالة الطقس المتوقع خلال اليوم والأيام المقبلة بإذن الله تعالى. نبدأ مع الطقس الحالي في مدينة الكويت. درجة حرارة راح تكون 15 أو هي حاليا 15 درجة، الرطوبة النسبية 47%، أما الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعتها 7 كيلومتر في الساعة، الرؤية الأفقية 9 كيلومتر. لننتقل معكم أيضا للطقس المتوقع لمدينة الكويت. نهار اليوم الثلاثاء معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة من 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة، تظهر بعض السحب المتفرقة. أما ليلا مائل للبرودة إلى بارد وغائم جزئيا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة السرعة من 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم هي 23، لكن الصغرى 12 درجة. حالة البحر المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة: الموج مرتفع خفيف الموج من 1 إلى 2 قدم، المد الأول سيكون 9:35 صباحا، المد الثاني سيكون 58 دقيقة مساء، الجزر الأول الساعة 2:50 دقيقة ظهرا، والجزر الثاني سيكون 4:10 دقائق فجر يوم الأربعاء بإذن الله. المواقيت: غروب الشمس موعد صلاة المغرب اليوم 4:53 دقيقة، وموعد صلاة الفجر باكر بإذن الله 5:13 دقيقة. شروق الشمس باكر بإذن الله سيكون 6:38 دقيقة. أما الأربعاء معتدل مع فرصة لتكون ضباب في المساء وتظهر بعض السحب المتفرقة. أما عن الرياح فاتجاهها متقلبة اتجاه وتحول إلى جنوبية شرقية، سرعتها ستكون من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة المتوقعة غدا العظمى 23 والصغرى 11 درجة. الخميس، والخميس مثل ما يقولون الونيس، دافئ وغائم جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة. اتجاه الرياح فيها جنوبية شرقية، سرعة الرياح من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة.
درجة الحرارة المتوقعة العظمى 24 والصغرى 14 درجة. الجمعة وهذا اليوم معتدل غائم جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون أو تكون الضباب في المساء. اتجاه الرياح جنوبية شرقية سرعة الرياح فيها من 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة المتوقعة العظمى 20 الصغرى 15 في يوم الجمعة. كانت هذه النشرة الجوية مشاهدينا، والله تعالى أعلى وأعلم. وننتقل معكم إلى عبد الرحمن وافتخار والفقرة المرية. شكرا نواف. أكيد بعد ما عرفنا أجواءنا ومثل ما شفنا مشاهدينا هناك انخفاض إن شاء الله خصوصا بالليل في الأيام القادمة. كثير منا بيعرف عبد الرحمن حركة الشوارع وين نقول أكثر كثافة وأكثر زحمة. راح نتعرف مع عبد الله أبو حسن ضابط إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور. نعم بإذن الله. صباحك الله بالخير رائد عبد الله، وحياك الله معنا في صباح الخير الكويت. صبحكم الله بالنور والسرور. دائما في الأجواء الجميلة تكون كذلك الطرقات جميلة، لكن من خلال الانتباه وعدم انشغال بغير الطريق حتى يعني تكون خالية إن شاء الله من حوادث المرورية. نعم بإذن الله. بعد الفاصل رائد نبي نعرف منك تفاصيل أكثر. أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين بكل خير، متواجدين معكم في كل صباح وبالتحديد بالإدارة العامة للمرور وفي غرفة التحكم اللي من خلالها يتم مراقبة ومتابعة الحركة المرورية عبر كاميرات الضبط المروري المنتشرة في التقاطعات والطرقات الهامة لسرعة الوصول إلى البلاغات ومواقع الخلل والكثافة المرورية. ومن خلال هذه المراقبة والمتابعة وكذلك من خلال تلقي البلاغات الخاصة في الحوادث المرورية عبر هاتف طواري 112 لعمليات وزارة الداخلية، كان هناك العديد من البلاغات الخاصة في الحوادث المرورية. من أبرز هذه البلاغات اللي ما زال جاري التعامل معها هي بلاغات خاصة في بعض الحوادث وحادث على طريق الغزالي مع الفروانية، فنتمنى من كذلك إخواننا المستخدمين هذه الطرقات أخذ الحيطة والحذر. كذلك هناك يمكن مشكلة في أحد التقاطعات المرورية وتعطل التقاطع اللي هو تقاطع إشارة تشبد مع طريق الدائر السابع، فكذلك أتمنى من إخواننا أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع إخواننا رجال المرور المتواجدين في نفس هذه المواقع لتسهيل وتنظيم الحركة المرورية حتى يتم إزاحة المركبة وكذلك إعادة تشغيل التقاطع المروري وعودة الحركة بالشكل الطبيعي نفس التقاطع. بالتالي نحتاج التعاون من قبل إخواننا المواطنين والمقيمين حتى ننتهي من أعمالنا الخاصة في تأمين الطرقات بشكل كامل. أما بالنسبة للكثافة المرورية ومن خلال متابعتنا لهذه الكاميرات نوعا ما الكثافة المرورية قلت عن الأيام السابقة، وهذا شيء طبيعي نتيجة دخولنا في فترة الاختبارات لأبنائنا الطلبة والطالبات، فبالتالي هذا شيء أثر على زيادة نسبة انسيابية الحركة المرورية على الطرقات وتقليل من نسبة الكثافة المرورية اللي قاعد نشاهدها بشكل يومي. نشاهد أن اليوم الحركة نوعا ما انسيابية أكثر من المعتادة، هذا يمكن يعني توافقا مع فترة الاختبارات. قد يكون هناك بعض الطرقات اللي فيها بعض الكثافة المرورية، يمكن هي أبرز هي الطرق المؤدية إلى المدينة، طريق الملك عبد العزيز، طريق الملك فهد، طريق الرياض، يمكن هذه دائما يكون فيها الكثافة المرورية. لكن هناك كذلك بعض الطرق اللي فيها الكثافة المرورية تستمر على مدار اليوم، وخاصة الطرق اللي فيها بعض الأعمال الخاصة بتطوير و يعني تحسين شبكة الطرق، وبالتالي هذا الشيء يأثر على انسيابية الحركة المرورية. من أبرز هذه الطرق وشارع القاهرة نوعا ما من الشوارع الحيوية اللي يستخدمها الكثير، وكذلك عليها يعني أعمال تطوير شبكة الطرق، كذلك بداية طريق الدائر الثاني، طريق الدائر الثالث، يمكن هذه يمكن أبرز الطرق بالإضافة إلى طريق الدائر الخامس مع شارع دمشق، يمكن التحويلات تشاهدونها وموجودة مستمرة حتى يتم الانتهاء من الأعمال بشكل كامل، فهذا الشيء يحتاج إلى فترة زمنية طويلة نوعا ما. فبالتالي نحتاج منا أن ننتبه دائما في حال استخدامنا لهذه الطرقات نحسب حساب أن هناك في تحويلة مرورية السرعة راح تغير، الكثافة المرورية راح تزيد، راح يأخذ منا يعني وقت إضافي، فبالتالي احرص على يعني الخروج في الأوقات المناسبة وخاصة في حال استخدامك هذه الطرق اللي راح تكون مزدحمة، راح تكون فيها الكثافة المرورية عالية على مدار هذا على مدار اليوم أو على مدار الساعة. كذلك نذكر
أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في استقبال الملاحظات والمقترحات والشكاوي عبر الهاتف الخاص عبر خدمة الواتساب اللي وضعتها الإدارة العامة للمرور على الرقم 9932-4092، من خلالها يتم التواصل مع الجمهور بشكل مباشر. اليوم لا تتردد إذا كان عندك أي ملاحظة، أي مقترح، أي شكوى، أي شيء شفته سواء إيجابي أو سلبي حاب أنك توصله لإدارة العامة للمرور من خلال يعني الرسائل الخاصة في الواتساب، من خلال هذا الهاتف تقدر توصل رسالتك. حتى لو كان مقترح، كان يعني البعض يعتقد ان الهاتف وضع فقط للشكاوي، احنا نقول كذلك المقترحات. انت اليوم عندك مقترح، المواطنين والمقيمين الكثير ودهم ان يقترحون في بعض الامور يشوفونها من وجهة نظرهم انها يعني قد تساهم في تسهيل وتنظيم الحركة المرورية، فبالتالي يقدر يرسل هذا المقترح على الهاتف الخاص او خدمة الواتساب، وراح يوصل ان شاء الله لإدارة عامة المرور، راح يشوف يعني ياخذونه بعين الاعتبار. هذا بالنسبه يمكن لبعض الطرق او الوسائل التواصل بشكل مباشر الى مع الإدارة العامة للمرور. لكن ودنا نتكلم عن كذلك يمكن بعض الملاحظات اللي قاعد يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. رغم ان الإدارة العامة للمرور حريصه على التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمقيمين من خلال هذا الهاتف، لكن البعض يمكن ينشر هذه المقاطع في برامج التواصل الاجتماعي. احنا نقول ان إدارة عامة المرور ازاحت كل الحواجز ما بينك ما بين المواطن والمقيم ما بين الإدارة العامة المرور، فبالتالي ما له داعي ان انت اليوم ترسلها عبر الحسابات بشكل مباشر. تقدر ترسلها إدارة عامة المرور راح يردون عليك بشكل مباشر، وراح يتم اتخاذ لازم، وراح تشوف النتيجه يعني في الحسابات الخاصه في الإدارة العامة المرور من خلال ضبط وتعديل وتغيير والمقترحات وغيرها من الامور. فبالتالي يعني الرساله لما تكون بشكل مباشر راح يكون الرد بشكل مباشر، راح يكون العمل اسرع دون الضرر سواء للشاكي او الشخص المقترح او ايا كان او المبلغ او احنا نقول الحدث اللي صار. فبالتالي طريقه التراسل نتمنى انها تكون بشكل مباشر ما بين المواطن والمقيم والإدارة العامة للمرور، حتى نقوم في واجبنا على اكمل وجه ممكن. ومن خلال التواصل كذلك الإدارة العامة للمرور في كل ثلاثاء سيتم استقبال المواطنين والمقيمين من المراجعين اللي حابين هم يستفسرون، يقدمون بعض الملاحظات، اللي حابين هم يقابلون المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة. فبالتالي في هناك فترة ما بعد الظهر او فترة ما بعد العصر من 5 إلى 7 في كل ثلاثاء يستقبل المدير العام للإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين من لديه شكوى، مقترح، بعض الملاحظات في مكتبه في مبنى مرور محافظة العاصمة. فبالتالي هذه كذلك فرصة اللي حاب انه عنده مشكلة، عنده اي ملاحظة، عنده اي شغلة حاب انه يوصلها المسؤولين، المدير العام ان شاء الله راح يكون يعني في انتظار الاخوة المواطنين والمقيمين في هذه الفترة في كل ثلاثة. كذلك يمكن من بعض الملاحظات اللي شاهدناها او تداولت في الفترة الأخيرة أو إحنا نقول في اليوم الأخير يوم أمس ما زالت مستمرة، ما زالت الناس تتساءل عنها، وموضوع يمكن بعض الغرامات اللي تقع نتيجة عدم تجديد الثبوتيات الخاصة في المركبة أو الثبوتيات الخاصة في رخصة القيادة. فبالتالي هذه بعض الأمور دائما إحنا ننوه فيها أن الأخبار يجب أخذها من المواقع الرسمية، من القنوات الرسمية الصحيحة، من القنوات أو المواقع المعتمدة، وعدم تداول الأخبار خاصة ما يرتبط في الأمن والأمان في دولة الكويت. وبالتالي اليوم أنت أي خبر وصل لك من الضروري عليك التأكد قبل نشر هذه الأخبار، حتى لا يتم نشر أخبار يعني غير صحيحة وتنتشر والبعض يعتقد أنها صحيحة والبعض يمشي وراها وقد تسبب ربكة، تسبب نوعا ما خلل في المنظومة الأمنية. فبالتالي من الضروري عليك اليوم أي خبر يتعلق بوزارة الداخلية، يتعلق بجهة رسمية في الدولة، من الضروري عليك أنك تدخل إلى هذه المواقع الرسمية الخاصة في الجهة اللي انتشر منها الخبر، وراح تعرف هل الخبر صحيح أو لا. إذا كان صحيح بالعكس ساهم في نشر هذه الأخبار إذا كانت صحيحة، وتساعد في وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين. إذا كانت خاطئة يجب عدم نشر مثل هذه الأخبار وعدم تداولها نهائيا. لكن بما أن اليوم موضوعنا عن هذه المواضيع وعن بعض الغرامات، فنخلي سؤالنا لزملائنا بالاستديو عن موضوع الغرامة المرورية. البعض يقول أو البعض يعتقد أو البعض مو عارف متى تسجل عليك الغرامة في حال انتهاء دفتر ملكية المركبة. هل تسجل الغرامة بشكل مباشر يوم انتهى الدفتر، راح تسجل عليه بشكل مباشر، ولا هناك مهلة
معينة ومن ثم تسجل الغرامة الخاصة في عدم تجديد دفتر ملكية المركبة. نعم أنا أعرف الإجابة طبعا لكن خلي الإجابة عند الأستاذة. ما أدري أنا بقول دائم قبل ما إحنا ننزل الغرامة لابد في تنبيه، أتوقع رائد عبد الله في تنبيه في مدة عقب هذه المدة ممكن تدون الغرامة. أنا أعتقد أن اليوم في تطبيق سهل قبل لا ينتهي الدفتر السيارة ضايف السيارة أنت بالتطبيق أو أعتقد تنضاف تلقائي فيطلع لك تنبيه ترى أنه باقي مثلا أسبوع وينتهي الدفتر جدد الدفتر وبعد انتهاء الدفتر أعتقد أهم لك أسبوع قبل لا تنزل عليك مخالفة اللي هي مبلغ اعتقد بسيط طبعا في البدايه عدل طبعا احنا نقول الاجابه شبه صحيحه لكن فيها معلومه جدا مهمه اللي هي ان الحين في الوقت الحالي ان هناك في اشعارات تنبيهات توصل لك قبل انتهاء الدفتر في وقت انتهاء الدفتر فبالتالي انت خليك حريص على عدم انتهاء اي ثبوتيات خاصه لك او حق مركبتك او اي شيء انت تملكه فبالتالي هذه تعتبر الاشياء مهمه والاساسيه لكن احنا اليوم بنرد على اشاعه انتشرت يوم امس او ما زالت منتشره في وسائل التواصل الاجتماعي ان الدفتر في حال انتهائه مجرد ان اليوم ان انتهى اعتبارا من اليوم اللي بعده تنزل عليك غرامه اللي هي التجديد او عدم تجديد دفتر ملكيه وهذا شيء خاطئ في هناك مهله 10 ايام ومن ثم تبدا الغرامه فبالتالي انت عندك مهله لكن الحرص انك انت المفروض انك تجدد قبل انتهاء بفتره زمنيه بسيطه يعني قبل بينتهي بعد يومين ثلاث تقدر بامكانك انك تقدر تجدد دفتر ملكيه وما تدخل لا سواء في المده المسموحه ولا سواء ولا في الغرامه فهي هي الغرامه أو تسجل عليك كشخص مخالف تعتبر بعد انتهاء الدفتر وتجاوزك مدة 10 أيام هذا بالنسبة يمكن لموضوع الغرامات لكن دائما انتبه واحرص على التجديد وفي شغلة جدا مهمة احنا كلنا نستخدم يعني الرزنامة الخاصة فينا في حط ان نحط فيها ذكرياتنا مواعيدنا الأمور هذه فبالتالي استخدم الشيء هذا في انك تحط موعد تجديد مثلا انتهاء الدفتر الملكيه موعد تجديد رخصه القياده لان لو اسال اي واحد الحين متى تنتهي رخصتك خاصه الرخصه لان يمكن فتره زمنيه طويله لو اسال متى تنتهي رخصتك راح تقول لي طبعا ما راح ادري لان الفتره الزمنيه طويله فاستخدام مثل هذه البرامج الخاصه اللي موجوده في هواتفنا الذكيه تفيدنا وتساعدنا في عدم وقوعنا في المخالفه القانونيه فعلا وحتى نقول مثل ما قلت الاشعارات اللي تصدر من قبل وزاره الداخليه في التذكير ايضا جدا جميله من خلال المسجات يعني اضافه الى تطبيق سهل قاعد يسهل علينا كثير ان نتجاوز ان شاء الله ما ندش في غرامات يا عبد الرحمن باذن الله جزاك الله رائد عبد الله ابو حسن ومشكور على هذه المداخله والمعلومات الحلوه اللي دائما ما تذكرنا فيها حرصا على سلامه الناس وكل قائدي المركبات في الكويت وين بروح الحين؟ الرياضه وخصوصا زميلنا نواف رياضي من الدرجه الاولى أي طبيعي. انا بسالك نواف في حاله واضح اذا تعرضك الى شد عضلي هني شو تسوي شد عضلي رياضه ليه تسال كابتن علي يعني لا تذكريني والله لان صار لي مره شد عضلي فما ادري شنو فيني اساسا فالشعور غريب جدا ولا ادري شلون اتصرف الى ان ذهب عسى الله لا يرده بس مو سالفتنا شد عضلي يعني عندي سالفه ثانيه على طاري التذكيرات في الموجود سواء ايفون او حتى اندرويد او اي اجهزه الاجهزه الذكيه في التذكيرات اللي تحطين الساعه والكلام تقولينه كله بطريقتك باسلوبك وغيره وتذكرين نفسك بنفسك يعني ترى اليوم الساعه الفلانيه عندي كذا انا اكتشفت ان بالديوانيه تقريبا 10 اشخاص 9 اشخاص ما يدرون عنها يعرفون تويتر سناب وانستغرام كل شيء حتى التطبيق اللي هو موجود اساسا مو موظفينه ما حد يدري عنه فهذا منقذ بالنسبه لي على الاقل سولفت انا وخالد معرفي ومحمد كمال الزملاء الاعزاء المصورين فهذا التطبيق انا اعتبره منقذ لكثير من الناس اللي يعانون من زحمه او بعض المشاغل اللي ممكن يطوف منها شيء بالمناسبه يعني ايضا التذكير مو بس من خلال التطبيقات اللي احنا ننزلها في تطبيقات موجوده بالتليفون منها تطبيق المنبه اللي دائما احنا نحطه هذا حق النوم هذا تقدر تكتب بالتنبيه يعني ترى بالمناسبه عنوان للشغله اللي بتسويها وكذلك بالتقويم ايضا اللي موجود بالتليفون تقدر تكتب وتحط منبه بالساعه اللي عندك شغل فيها فمو لازم احنا اليوم ننزل تطبيق جديد عشان نذكر لا هو موجود ولا يعني نرجع على الشد العضلي الاول نكتب نوته ونلصقها على احنا بنرجع على الشد العضلي سنه ثاني افتخار وبروح اسال الكابتن اللي صب عليه بالخير كابتن علي حسين صبحك الله بالخير وتسائل الزميله العزيزه افتخار وانا ايضا اتساءل اذا صدق الواحد مرات يحوش شد عضلي فجاه يعني ما شنو الاسباب ما نبي نعرفها لكن اذا حاش هالشد شنو الحل السليم والسريع للتعامل مع الشد العضلي كونك رياضي وايضا عندك خبره في هذا المجال
صبحك الله بالخير والسرور، وصبح عليك وعلى زملائي وصبح على السادة المشاهدين الكرام بالخير والسعادة. بالنسبة إلى الشد العضلي، غالباً الشد العضلي ممكن يحصل في الفترة المسائية أثناء النوم، خاصة في عضلة السمانة في أسفل الرجل أو عضلة البطلات ناس ما نقول. غالباً يكون هناك في نقص بالأملاح، بالأخص الأملاح والمعادن، بالأخص معدن البوتاسيوم. فغالباً من يكون الشخص مقصر في شرب الماء ومقصر في البوتاسيوم ممكن هذا الشد يصير. فاللي نقدر نسويه نزيد من شرب الماء ونزيد من المعادن والفيتامينات من خلال الخضروات الفواكه، بالتالي راح نغطي احتياجنا من الفيتامينات والمعادن. جميل جميل، شكرا على الإجابة الشافية الكافية، ومعاك الهوى بعد الفاصل. صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين الكرام، صباح الخير، صباح النشاط، صباح السعادة. في هذه الأجواء الجميلة الخارجية ما شاء الله الجو عندنا هنا وايد حلو، الشمس ما شاء الله على قولتهم مشمسة، والأجواء جميلة، الأجواء تساعد وتحفز الشخص على الرياضة، سواء كانت تمارين المقاومة أو كانت حركة أو مشي أو الجري. ناس ما نشوف هنا ما شاء الله رواد الممشى اللي قاعد يركض واللي راكب الدراجة، الأجواء هنا رياضية ونشاط 100%. ففي البداية اليوم تماريننا بتكون تمارين كاملة للجسم، راح نستهدف اليوم عضلات الجسم السفلية، وراح نطبق بعض التمارين اللي تتطلب بعض الأوزان، نفس الكاتلبل ونفس الدامبل. تمارين اليوم نقدر نطبقها في البيت أو في النادي، والكل يقدر يطبقها سواء صغار أو كبار أو رجال أو نساء، ولكن نبي نحرص على طريقة التمرين الصحيحة علشان نستفيد ونتجنب أي إصابة لا سمح الله. في البداية راح نطبق الإطالة الحركية، راح نحرك عندنا منطقة الأكتاف بالشكل هذا، أحاول أني أحرك عندي منطقة الأكتاف والمثلثات نفس ما نقول للأعلى وللأسفل، بالتالي أبدل للأمام أيضا نفس الطريقة للأسفل وللأعلى من جهة الأمام، تمام؟ بالتالي أحرك عندي منطقة الحوض، عندنا منطقة الحوض بالشكل هذا، أحرك الحوض، أدفع من الحوض تمام وليس من الركبة. راح ألاحظ أن الظهر السفلي والجلوت والرجل كاملة تكون شغالة معي، تالي الرجل تكون للداخل، أحرك عندي الضامة والجلوت في الأجناب، تالي أبدل عندي الرجل ثانية نفس الطريقة. ممكن يكون في صعوبة في التوازن، فما يمنع أن الشخص يتساند على أي حائط أو أي مجسم بحيث أنه يكون في توازن أثناء عملية الإطالة الحركية بالشكل هذا. تالي الرجل تكون للداخل بالطريقة هذه، لاحظ الحركة، حركة بسيطة وحركة انسيابية. تالي راح نحرك عندنا الركبة، لاحظ معي أنزل بالشكل هذا، الإيد تكون على الركبة، وحرك الركبة بحركة دائرية بحيث أني ألين عندي المفاصل والأربطة والغضاريف وأكون جاهز للتمارين بالطريقة هذه. تالي أعكس تمام، تالي أبدل بالشكل هذا، لاحظ الحركة تكون من الداخل إلى الخارج، ثم أبدل من الخارج إلى الداخل، لاحظ حركة مفصل الركبة شلون تكون حركة بسيطة بالطريقة هذه. تالي أريح كثر ما نقدر مع الأجواء الباردة، الجسم يكون يابس، فالحركات هذه هي اللي تفتش الجسم واللي تخلي الجسم جاهز للتمارين. فراح نبتدي بالتمرين الأول، نحتاج وزن كاتلبل تمام، راح أخذ وزن الكاتلبل، لاحظ معي أول شيء نبي نأخذ الوزن المناسب، نبتدي في أي وزن بسيط، ولاحظ معي الحركة، راح أقدم عندي رجل عن الثانية بالطريقة هذه. فمثلا أنا راح أبتدي في رجل اليسار، فأقدم عندي رجل اليسار والركبة تكون متساوية والركبة تكون سيدة، وراح أنزل على نفس الجنب بالشكل هذا. أثناء النزول راح أحرص أن الصدر يكون للأعلى والظهر يكون في أرتش، بحيث أن عضلات الهامسترينج أو عضلات الرجل الخلفية تكون فعالة أثناء التمرين. بالطريقة هذه عندنا 10 تكرارات، سواء الجنب اليمين أو الجنب اليسار، نحرص أن النزول يكون نزول كامل، راح نشعر في عضلات الهامسترينج تكون شغالة. ممكن إذا الشد ما كان قوي نحرص أن نزيد في المسافة والركبة تكون مستقيمة بشكل أكبر علشان تكون العضلات فعالة. 10 تكرارات جهة اليسار، تالي أبدل بشكل مباشر تمام، بدلت عندي أنا القدم ونفس الطريقة أنزل
طريقة كاملة. لاحظ أن النزول يكون من حيث الظهر السفلي والرجل، ما أنزل من الكتف، الكتف نفس مكانه ثابت، أنزل من الجسم السفلي. أيضا 10 تكرارات، تمام؟ تالي بشكل مباشر آخر الوزن، وراح نطبق تمرين السكوات. لعبنا يمين يسار 10، تالي سكوات أيضا 10 عدات. لاحظوا وياي، أنزل طريقة كاملة، صدر يكون للأعلى، حاول أنزل على قدر المستطاع. لاحظ أن الركبة تكون للخارج وليس للداخل، وأيضا الإيد تكون بالطريقة هذه. أيضا عندنا 10 تكرارات وريح. فهذه هي بالنسبة إلى الجولة الأولى. نفس ما ذكرنا عندنا تمرينين بشكل مباشر، التمرين الأول اللي هو يستهدف منطقة الهامسترينج، التمرين الثاني اللي هو يستهدف منطقة أيضا الهامسترينج الجنب اليمين أو اليسار. تالي مباشرة ندخل في تمرين السكوات. راح أشرح التمرين الأول، تمام، بحيث أن أكون واضح للمشاهد. نفس ما ذكرنا أول ما أبدي، تمام، أوقف بطريقة معتدلة من حيث الاستقامة. تالي أقدم رجل مثلا اليمين، أنا الحين بجدم عندي الرجل اليمين. لاحظوا وياي خطوة تكون بسيطة وليس مبالغ فيها، خطوة بسيطة، خطوة قدم، قدم واحد، تمام، وأمسك الوزن بالطريقة هذه. أثناء النزول ما راح أنزل من الكتف، فما راح أمغط عندي الكتف بالنزول، بالعكس أنزل بطريقة كاملة بالشكل هذا، صعود كامل. لاحظوا وياي عضلات الرجل تكون فعالة 100%. لاحظ الصدر، لاحظ عضلات الظهر. أنتهي من 10 تكرارات، أبدل مباشرة عندي الرجل، تمام، وأيضا أبدل اليدين، ونفس الحركة بالشكل هذا. حركة جدا بسيطة، حركة جدا سهلة، ولكن عندي عضلات الظهر السفلي أقويها، وأيضا عضلات الهامسترينج أيضا تصير قوية. 10 تكرارات، تمام. تالي مباشرة عندنا السكوات، أيضا 10 تكرارات بالنسبة إلى السكوات. لاحظوا وياي، أخذ الوضعية المناسبة، نزول صعود كامل وريح وخلي الوزن على الأرض. فهذا بالنسبة إلى التمارين اللي تستهدف عضلات الجزء السفلي أو عضلات الأرجل. فإحنا اليوم استهدفنا عضلات الكوات في تمارين السكوات، هي عضلة الكوات عضلات الرجل أمامية، واستهدفنا عضلات الهامسترينج أو عضلات الرجل الخلفية عن طريق اللي هو السنجل رومانيان ديدليفت، اللي هو كان بالكاتلبل أو إذا كان في الدامبل، وطبعا نبتدي في الوزن المناسب. بالنسبة إلى التكرارات والجولات، الجولات راح تكون 4 جولات، تمام، 10 تكرارات إلى كل تمرين. يمين يسار 10، 10 يمين 10 يسار. تالي مباشرة سكوات 10 عدات. هذه التمارين تعتبر جولة واحدة، تمام. عندنا التمرين اللي بعده راح نستهدف منطقة الظهر السفلي، أيضا راح نحتاج كاتلبل، وراح نحتاج الوزن أن يكون مناسب بحيث أني أقدر أدفع واستهدف منطقة الظهر السفلي واستهدف منطقة الكور. فهذا هو الكاتلبل. لاحظوا وياي الحركة، راح أمسك الكتلبل بالطريقة هذه، أوسع عندي منطقة الأقدام، صدر للأعلى، أمسك الوزن من حيث المنتصف والوزن يكون في منتصف الجسم، راح أدحرج الوزن بالطريقة هذه. لاحظوا وياي الحركة شلون تكون بطيئة أثناء النزول وأصعد بطريقة سريعة. لاحظ الأكواع تكون للأعلى، تمام، وريح. نفس ما ذكرنا بالنسبة إلى التمرين، تمرين يستهدف عضلات الكور، بالأخص عضلات البطن والأجناب، عضلات الظهر السفلي، وأيضا عضلات الجلوتس والكوات أو الضامة من حيث الأمام. التمرين هذا جدا مهم وأساسي للناس اللي حابة أنها تزيد من قوة الكور، الناس اللي تبي تزيد من عضلات الوسط نفس ما نقول، أو الشخص إذا يزيد من التوازن، لأن أثناء العملية هذه أنت قاعد تحاول أن توازن الوزن أثناء الصعود والنزول، فقاعد تقاوم وقاعد تقوي عضلات المعدة الداخلية، هي اللي تكون المسؤولة عن ثبات أو قوة الكور أو قوة الجذع نفس ما نقول، تمام. عندنا التمرين الجولة الثانية، لاحظوا وياي الحركة،
نفس الطريقة، أمسك أول شيء الوزن من حيث المنتصف، أوقف طريقة مستقيمة أثناء مسكة الوزن، ما أنزل بالطريقة هذه أو أن الوزن يسحبني، بالعكس أنا أتحكم بالوزن وأكون جاهز إلى التمرين. حركة جدا بسيطة، الوزن راح يدخل للداخل بالطريقة هذه وأدفع للأعلى، حركة جدا انسيابية. لاحظ الركبة تنثني أثناء النزول وتكون مستقيمة أثناء الصعود بالحركة هذه. أيضا 10 تكرارات وريح، والراحة تكون في الأسفل، ما أريح وأنا فوق، خلصت من التكرارات العشرة أريح في الأسفل وخلي الوزن. فهذا بالنسبة إلى تمرين اللي يستهدف منطقة الكور. الأغلب ممكن يهمل تمارين الكور، مثال العدائين أو الناس اللي تجري مسافات طويلة، ممكن مع الجري لفترات طويلة لأيام ولمسافات طويلة ممكن العدائين أثناء الجري يحس في ألم في أسفل الظهر أو في ألم في المعدة أو لعضلات الكور، فمعناته أن الكور يكون ضعيف، فضروري أن نقوي، لأن أثناء الجري أو أثناء الركض العضلات هذه تكون شقالة ويانا وتشتغل، لأن الجذع هو المسؤول عن استقامة الجسم، الجذع هو المسؤول عن نفس ما نقول حمل الجسم من حيث المنطقة العلوية من الجسم، فلازم نقوي منطقة الكور ونهملها، وهذه هي بعض التمارين اللي تستهدف منطقة الكور. فالتمرين اللي طبقناه عبارة عن 4 جولات 10 تكرارات، ممكن أنها نتدرج في الوزن مع كل جولة ومع كل تكرار. هذا بالنسبة إلى فقرتنا الرياضية اليوم، أتمنى استفدتم من الفقرة الرياضية، ونحاول دائما أن نتدرج في الأوزان، ونحاول أن ننوع في طرق تماريننا، نحاول أن ننوع في البرنامج الرياضي، يوم تمارين مقاومة، يوم تمارين كارديو، يوم سباحة، يوم قاري، يوم دراجة، مو شرط أن التمارين تكون يوميا 7 أيام بالأسبوع، حتى نتمرن على الأقل يوم أو يومين بالأسبوع إذا الشخص حياته العملية مشغول أو وضعه ما يسمح، إذا ما عنده وقت مو شرط أنه يتمرن في نادي أو أنه يسجل نادي، ممكن حتى في الأجواء هذه أنه يطلع على الأقل لو 20 دقيقة مشي في الأجواء هذه الجميلة، مد جسمه بالطاقة، تعرض إلى أشعة الشمس على قولتهم شم الجو الحلو هني، وأيضا حرك عنده جسمه وحرك الدورة الدموية وزاد من معدل خطواته خلال اليوم وزاد أيضا من معدل الحرق لليوم. هذا بالنسبة إلى فقرتنا الرياضية ونصيحتنا اليوم، أتمنى استفدتوا، أتمنى لكم يوم سعيد وجميل، ونطلع فاصل لتكملة باقي فقرات صباح الخير يا كويت. شكرا قطر، وترى الشعور أعمق. شكرا قطر، وترى الكلام أبلغ. في هذا الحدث الأميز عالميا شفنا متعة الإبداع وعشنا الأجواء الاحترافية، واكتملت أركان النجاح بالتنظيم الأجمل على الإطلاق. وما كفاكم، ما كفاكم، الغاية كانت أشمل وكان الهدف أسمى. قدمتونا للمشهد العالمي، بس بشكلنا، بروحنا، بديننا وقيمنا. قدمتونا للمشهد العالمي بعاداتنا وإرثنا، بتراثنا وحاضرنا، بعمقنا وبساطتنا، وبلا أدنى تنازل عن هويتنا. اليوم ومن خلالكم شافونا العالم بصورتنا الحقيقية. اي والله، شكرا قطر، شكرا لهذا التميز وهذا الابداع. فعلا كانت مباراه وكان مونديال، ورؤيه اعتقد ما بعدها صعب انه يعادلها او يوازيها. فشكرا قطر بحجم السماء، شكرا قطر بهذا التميز وهذا السمو وهذا الاداء. احنا موضوعنا قطر، احنا موضوعنا الصحافه،
فقلنا نكمل على هذا البرومو. ومعنا الصحافة، والصحافة أول جريدة، الجريدة عند عبد الرحمن. نعم بإذن الله، ماشيتات الصحف دائما معاكم في صباح الخير الكويت. نقرأ معاكم أول خبر مع جريدة الجريدة. الاستشفاء المروري لتقويم مرتكبي المخالفات الجسيمة. بدأت وزارة الداخلية تطبيق خطة الاستشفاء المروري، لافتا إلى أن هذه الخطة تعد حلقة في سلسلة البرامج التوعوية التي بدأ قطاع المرور والعمليات تطبيقها ميدانيا. عشان نوضح لكم مشاهدين، الاستشفاء المروري هي عبارة عن مثل ندوات ومحاضرات توعوية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، منها وزارة الأوقاف، وزارة الصحة، وأيضا قانونيين. فاليوم يجي مثلا الداعية أو الطبيب أو القانوني فيوضح لمرتكب هذه الجريمة أضرار جريمتها على المجتمع، وإيش كثر يعني يحتاج إلى تقويمها ولا تعديلها ولا ابتعاد عن ارتكابها من جديد. جميل. حتى تقع في نفس مرتكب الجريمة. هذه التوعية وهو أسلوب جديد من برامج التوعية في وزارة الداخلية، فقواهم الله وشكرا، والله يزيدكم إن شاء الله ابتكار في هذه الأفكار اللي توعي أكيد مرتكبي المخالفات. فعلا، ومن خلالهم راح يزيد وعي المجتمع وتقل المخالفات. ننتقل إلى جريدة الرأي. ومع قرب الامتحانات وفعلا صارت على أبواب التربية استقبال أولياء الأمور قبل اختبارات وبعدها، فيما يواصل طلبة الصفوف من السادس إلى الحادي عشر اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول الحالي، أعلنت إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية في وزارة التربية عن استقبال أولياء الأمور قبل الاختبارات وبعدها، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المدرسية للوقوف على مستوى الأبناء. اليوم الجانب النفسي جدا مهم، كثير من الطلاب بحوشة نقول توتر، فالتوتر هذا يعني راح يأثر على ما يقدمه خلال الامتحان وحصاد درجات اللي أكيد أولياء الأمور تمنوها تكون مرتفعة. من أولياء الأمور والطلبة والمدارس إلى أيضا صرح كويتي شامخ ثقافي أدبي، وهذا الخبر، ويقول الخبر، حريصون على نشر اللغة العربية وتعزيز تعلمها، حيث أكد رئيس مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية الشاعر عبد العزيز البابطين حرص المؤسسة على دعم اللغة العربية عبر نشر ثقافتها وتعزيز تعلمها تقديرا لمكانتها بين اللغات العالمية، مشددا على أهمية دور اللغة العربية في التواصل الحضاري والثقافي بين الأمم والشعوب باعتبارها إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. نعم، كل عام ولغة الضاد بخير، ولها ما لها من صروح ومباني وتقدير واحترام حول العالم، ولا شك على أنها اليوم يحتفل فيها سنويا بيوم اللغة العربية، وأيضا تمارس ويتم التحدث فيها في أغلب دول العالم من خلال يعني النصوص والأخبار والكتابات. بالضبط، لذلك هو صادف يوم العيد الوطني لقطر، وأيضا احتفالا بانتهاء المونديال وإنجازه، واليوم العالمي للغة العربية هو يوم 18 ديسمبر، يوم مميز جدا للغة العربية. ويكفينا شرفا يا نواف أن اللغة العربية هي لغة القرآن وهي أيضا لغة أهل الجنة. نعم، وتتميز أيضا اللغة العربية، بعد نكمل معاكم، بأنها فيها حرف الضاد اللي هو الحرف الوحيد اللي موجود في هذه اللغة. ننتقل معاكم إلى جريدة القبس. المواصلات، تطوير شبكة الهواتف الأرضية والإنترنت. أعلنت وزارة المواصلات عن البدء في تطوير شبكة خطوط الهواتف الأرضية وتحويلها من الشبكة النحاسية إلى شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة للارتقاء بجودة خدمات الهاتف والإنترنت. طبعا المقصود في هذا الخبر هو شبكة الفايبر اللي نسميها، وهي استكمالا طبعا للمرحلة الأولى لهذا التطور. وأعتقد أن الخبر المقصود فيه هو اللي حصل في منطقة البدع من تطوير لشبكة الألياف، وجاري يعني العمل على باقي المناطق، وإن شاء الله نشوف كل المناطق فيها ألياف فايبر هذه الإنترنت، إنترنت سريع ويوصل إلى كل الناس إن شاء الله، من الألياف الضوئية إلى الفضاء. ومتحف الفضاء يقول في هذا الخبر مشاهدينا، في جريدة الوسط، الكويت ستشهد الانقلاب الشتوي الخميس المقبل. أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي أن يوم الخميس المقبل سيشهد الانقلاب الشتوي في الكويت بأقصر نهار وأطول ليل، بواقع 10 ساعات و16 دقيقة للنهار مقابل 13 ساعة و44 دقيقة لليل. أنا أعتقد أن يعني مثل هذا الموضوع في انقلاب أو زيادة عدد ساعات الليل فرصة لجماعة السهر اللي ينجزوا بالسهر مش للمتعة فقط يعني. فكل ما طال الليل كل ما الإنسان يقدر ينجز أو يقدر ينام أكثر يعني.
خصوصا مع أجواء الباردة راح تصير نقول التجمعات العالية هذه جدا جميلة تساعد على تقوية الروابط الأسرية. بشدي انتهينا من أخبار الصحف. مشاهدة انتقل معاكم إلى استوديوهات الأخبار إلى المؤشر وحركة البورصة. عندك دائما نواف جملة جميلة ما بين الأخضر والأحمر تتأرجح تتأرجح، لكن إن شاء الله ما تتأرجح، إحنا نبيها دائما لون أخضر. بالضبط، وإحنا في نهاية السنة مثل ما ننوه دائما هذه الفترة مهمة جدا في ختام تداولات السنة في هذا التاريخ تحديدا. مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى المؤشر والزملاء نصب عليهم بالخير بعد الفاصل، يكونوا معاكم في التفاصيل عن بورصة الكويت. شكرا قطر وترى الشعور أعمق، شكرا قطر وترى الكلام أبلغ. في هذا الحدث الأميز عالميا شفنا متعة الإبداع وعشنا الأجواء الاحترافية واكتملت أركان النجاح بالتنظيم الأجمل على الإطلاق. وما كفاكم، ما كفاكم، الغاية كانت أشمل وكان الهدف أسمى. قدمتونا للمشهد العالمي بس بشكلنا بروحنا بديننا وقيمنا، قدمتونا للمشهد العالمي بعاداتنا وإرثنا بتراثنا وحاضرنا بعمقنا وبساطتنا وبلا أدنى تنازل عن هويتنا. اليوم ومن خلالكم شافونا العالم بصورتنا الحقيقية. كلنا واحد كبشر، وبغض النظر عن اختلافاتنا إلا أن الجميع بحاجة للمساعدة. يعتمد مرضاي علي وأنا أعتمد على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة الموجودة هنا. نعمل معا حتى يتمكن الناس من عيش حياة أفضل والتمتع بموفور الصحة وتمام العافية. كل ما عليك فعله هو أن تسأل نفسك ما الذي تريد أن تكون جزءا منه. كن جزءا من رؤية الكويت. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج المؤشر، وهذا اليوم الثالث في تداولات هذا الأسبوع في التداولات الصباحية. وقبل انطلاق جرس الاختراع مشاهدينا لاحظنا نرصد لكم بداية ونهاية جرس تلك التداولات مع زميلنا هناك عايد في البورصة. تبدأ بإذن الله جلسة منتصف الأسبوع بعد قليل، ويبدو أنها لن تتخلى عن دور المراقبة، حيث بلغت قيمة تداولات الأمس في السيولة النقدية 22 مليون دينار مع انخفاض كمية الأسهم المتداولة بشكل واضح وكبير، حيث سجلت 78 مليون سهم وهو مستوى لم نشهده منذ عامين في تداولات بورصة الكويت. ولاحظنا يمكن أن اللون الأخضر خلينا نقول طغى على أغلبية القطاعات، ولكن السيولة النقدية لاحظناها في انخفاض ملحوظ. مشاهدينا قبل أن ننتقل معكم إلى استديوهاتنا في بورصة الكويت نأخذكم في جولة سريعة مع صحافتنا المحلية وتعليقاتها على تداولات جلسة اليوم، ونبدأها في البداية من جريدة الأنباء.
أجرت بورصة الكويت تعديلا عن القواعد الخاصة بالتنفيذ الجبري على الأوراق المالية، وذلك بالتعاون مع هيئة أسواق المال، وتضمن التعديل 35 مادة تم العمل عليها لمدة 5 أشهر مع إدارة التنفيذ بوزارة العدل. يذكر أن هذا التعديل يدخل ضمن سلسلة التطوير التي تخضع لها أسواق المال أو الأسواق الأوراق المالية في شكل عام. مشاهدينا، ننتقل معكم من جريدة الأنباء إلى جريدة الجريدة. وقال جريدة الجريدة، فتحت هيئة أسواق المال الطريق أمام المساهمين في الشركات المشطوبة للحصول على التعويض المناسب من مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية اللي تلاعبت أو تسببت في الأضرار بأموال المساهمين. وفي سابقة ببورصة الكويت تقدم تحالف مساهمين يضم 15 مساهم يملكون أكثر من 16.5 مليون سهم ضد 12 عضو مجلس إدارة وتنفيذي في شركة مشطوبة طالبين التعويض، حيث لم تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل أصولها ذات القيمة الجوهرية بمبالغ تعكس قيمتها العادلة، فضلا عن عدم استيفاء جزء من هذه الأصول للمتطلبات الرقابية اللازمة والتي توفرها للاعتراف بها كأصول لدى الشركة. ننتقل معكم أيضا إلى جريدة الرأي. ارتفعت تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 288%، وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي بخصوص مؤشرات السلامة المالية للبنوك خلال الربع الثالث من العام الحالي في انخفاض صافي هامش الربحية على مستوى القطاع إلى 38.5% مقارنة ب 39.2% في الربع الثاني من عام 2022. مشاهدينا، هذه جولة سريعة على صحافتنا المحلية وتعليقاتها على تداولات جلسة اليوم. سريعا مشاهدينا، نذهب معكم إلى استديوهاتنا في بورصة الكويت وزميلنا عايد العنزي. عايد، صباحك الله بالخير، يوم ثالث في تداولات هذا الأسبوع، تفضل عايد. صباح الخير يوسف، صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا يوسف، تراجعات واضحه للسيوله، وسيوله يعني امس كان جدا متدنيه 22 مليون، كذلك الكميه المتداوله كانت 78 مليون، يعني التراجعات صعبه امانه في هذا الوقت وبهذا التحديد من نهايه هذا العام. لذلك مشاهدينا الكرام، تكبدت كثير من الشركات، كثير من الخسائر رغم ارتفاع المؤشرات، ولكن الاداء كان غير مقنع. رقم ارتفاع المؤشرات لكن الاداء كان غير مقنع نتيجه يعني مشاهدينا الكرام العزوف الواضح عن الدخول على اكثر من شركه. يعني الكل واقف في نهايه العام، الكل محتفظ بالسيوله، الكل محقق ارباح جيده في العام الماضي 2022 قصدي هذا العام، لذلك الكل توقف يقول لك خلني احقق ارباحي واحافظ عليها لغايه عام 2023، هذا المتوقع يعني. لذلك مشاهدينا الكرام، اتمنى ان شاء الله ان تكون هذه الجلسه أكثر إيجابية من الجلسات الماضية، تكون في السيولة فيها مرتفعة، وتكون فيها الكميات المتداولة كذلك أفضل حالا، ونأمل المشاهدين الكرام من خلال عروض الطلبات أن تتغير الأمور الأفضل ونشوف وضعية أكثر إيجابية. نذهب لقاعة التداول ونقرأ الأخبار الموجودة مشاهدين الكرام، ونلاحظ يعني أمس كان الدخول وعودة عربي غابضة، أمس كان لها نشاط ورونق جديد وصعودة قوي جدا لعربي غابضة في جلسة الأمس، وكانت من ضمن الشركات الأكثر نشاطا بعد عودتها للتداول، بعد يعني الخبر الإيجابي اللي طلع عليها راح نذكره الحين في هذه اللحظات، ونذكر بعض الأخبار اللي كانت موجودة مشاهدين الكرام على موقع البورصة. يعني مشاهدين الكرام، عربي قابضة الخبر اللي كان جدا إيجابي لها في جلسة الأمس هو عودة يعني حصلت على حكم رجوع ممثلي عربي قابضة في مجلس إدارات شركات مستشفيات الضمان الصحي، وكذلك إدارة استثمار هذه المستشفيات. لذلك مشاهدين الكرام، لاحظنا عربي قابضة أمس كانت نشطة للغاية وكان فيها صعود جدا قوي. بوبيان بتركماويات تحصل على موافقة الجهات الرقابية على بيع وشراء حق أسهمها الوطنية المواد البناء، طبعا الوطنية هي الصناعات الوطنية عكس مجموعة الصناعات الوطنية، استلمت كتاب من شركة البترول الوطنية بترسية مناقصة ببيع مواد المحفزات المستهلكة في مصفات ميناء عبد الله بمبلغ 2,117,000. هذا مشاهدين الكرام على عجالة. في أخبار أخرى أغلبها يعني قضايا ومحاكم لبعض الشركات وأغلبها أحكام درجة أولى، لذلك مشاهدين الكرام نحب يطلع على هذه الأحكام ويطلع على هذه الأخبار يذهب إلى موقع البورصة ويجد كثير من هذه الأخبار موجودة على موقع البورصة.
احنا يهمنا في هذه الجلسه مشاهدينا الكرام عرض الطلبات الكل يعني في رده فعل خايف من وضع السوق مشاهدينا الكرام تجير تراجع سهوله في جلسه الامس رغم اللون الاخضر ولكن هناك تخوف واضح من قبل المتداولين بان التراجعات يعني سوف تكون في هالجلسات القادمه حتى بدايه العام القادم او مع اقفالات السنويه اللي راح تكون الخميس القادم مو الخميس اللي عقب باكر لا الخميس القادم 29 شهر راح تكون هناك اقفالات سنويه لكثير من الاسهم لذلك نامل مشاهدينا الكرام قبل هالتاريخ ان شاء الله يعود سوقنا سابق أحدة ونشوف السيولة أكثر إيجابية إن شاء الله. نذهب مباشرة مشاهدينا للعروض والطلبات ونشوف وضعية هذه الجلسة ونشوف معاكم القطاع المصرفي تحديدا الوطني وبيتك وكذلك الشركات القيادية الأخرى في السوق الأول وهي من تقود التداولات مشاهدينا الكرام ونتمنى إن شاء الله أن تقودها للأفضل في هذه الجلسة مثل ما ذكرنا الكل يعني في نوع من التخوف مع بداية هذه الجلسة. لاحظ الوطني مطلوب دينار 86 5000 معروض دينار 80 53800 بنك الخليج 318 304 الدولي 193 194 برجان 218 221 بيتك 825 824 بنك بوبيان 816 816 استثمارات الوطنيه 242 245 مشاريع 109 109 الامتياز 73.4 73.7 عقارات الكويت مطلوبه 105 مليونين معروضه 176000 المباني 853 860 الصناعات الوطنيه 220 222 والله هناك ضعف واضح هناك ضعف واضح مشاهدينا الكرام في حركة العروض والطلبات وخاصة يعني بالنسبة للطلبات هناك ضعف شديد لأغلب الشركات كيبلات دينار 140 دينار 160 بوبيان كيماويات 795 809 جيلتي 699 690 وجيلتي من ضمن الشركات اللي يعني الضغط البيعي كبير على جيلتي والكل يتساءل ليش جيلتي بهذه الصورة يعني كثير من الإخوان كذلك سرد شوية على سهم المشاريع وتراجع المشاريع بهذه الصورة بعد الدمج مع القرين والكل كان متفائل بأن يكون هذا الدمج إيجابي يكون هناك صعود للمشاريع لكن الكل يعني شاف التراجعات الحادة على المشاريع في الفترة الأخيرة لذلك نأمل بازدياد المشاريع ومنا إلى مجلس الإدارة يعني تراجعات فعلا كبيرة جدا على سهم المشاريع كذلك أجلتي الضغط البيعي اللي حدث على أجلتي في الأيام الماضية كان كبير جدا ولاحظنا يعني تراجعات غير مسبوقه من 780 تقريبا 700 وشوي الى تكلم عن 690 في جلسه الامس يعني وضع جلتي لين الحين الكل يتساءل ما هي اسباب هذه التراجعات زين 557 531 هي منسوب 3 دنانير 440 3 دنانير 410 1199 200 والجزيره دينار 920 دينار 914 بنك وربه 232 233 ميزان 390 395 والمتكامله 340 355 وشمال الزور 187 189 البورصه دينارين 90 دينارين 135 والغانم 807 809 يعني اللي قاعد نشوفه مشاهدينا الكرام ضعف شديد في بدايه هذه الجلسه لجميع شركات السوق الاول يعني السوق الاول يعاني مشاهدينا الكرام في بدايه هذه الجلسه من ضعف شديد ونلاحظ ان غياب واضح للطلبات في بدايه هذه الجلسه والعروض كذلك ضعيفه جدا لكن الطلبات هي الاضعف. الطلبات هي الاضعف لكن نامل المشاهدين الكرام بالدقائق القادمه ان تتغير الامور الافضل خاصه لبعض الشركات القياديه اللي فيها شراء من قبل الاجانب نشوف الوطني نشوف بيتك نشوف الخليج قاعد نشوف الصناعات الوطنيه قاعد نشوف الافكو فيها شراء جيد من قبل المحافظ الاجنبيه لذلك واضح مشاهدين الكرام في ملكيات الاجانب ارتفاع الشراء في الفتره الاخيره خاصه على هذه الشركات. نكمل معاكم مشاهدين الكرام مسيره العروض والطلبات ونتمنى إن شاء الله أن يكون السوق الرئيسي أفضل حالا ونأمل إن شاء الله لبعض الشركات في السوق الرئيسي أن تقفل هذا العام بإقفالات جدا مميزة وتبدأ هذه الإقفالات من هذا الأسبوع لكثير من الشركات مشاهدين الكرام لذلك ننتقل سوية للسوق الرئيسي ونشوف وضعيته وبدايته مع البنوك الموجودة في السوق الرئيسي وخاصة يعني البنوك اللي تحركت في الفترة الأخيرة وما ثم توقفت إلى البنوك مشاهدين الكرام حيث المتحد 281 285 والاهلي 322 325 التجاري 485 509 الخصوصيه 108 108 العيد 252 250 العيد راح يكون في المنطقه الخضراء في بدايه هذه الجلسه التسهيلات 176 183 ايفا 103 102 الساحل 81.2 82 ونص وكذلك أرزان 113 115 والمركز المالي 104 110 الخليجي 400 413 والأولى 62.1 65 أعيان 133 134 طلب قوي جدا على العيان عند 133 طلب قوي جدا لأعيان
كذلك ألاحظ كامكو 101-104 وطنية الدولية القابضة 122-122 راح تكون منطقة خضراء 40 سهم. راح تكون بعض الشركات في المنطقة الخضراء، راح تكون بعض الشركات في المنطقة الحمراء الخضراء مشاهدين الكرام، ولكن بكميات بسيطة وبضعف واضح مشاهدين. دشينا الدقيقة الأخيرة وما عندي وقت، دشينا الدقيقة الأخيرة وآسف ما عندي وقت مشاهدين الكرام أني أكمل بقية العروض والطلبات. لكن اليوم عندي الإماراتية تغير اسمها من سوريا إلى الإماراتية، عندي بعض الشركات أخذ في أي شركة فيها مميزة فيها دخول راح أذكرها أنا. يعني لحد الآن ما قاعد أشوف شيء مشاهدين الكرام في اللحظات الأخيرة، قاعد أدش أنا على أغلب الشركات ما في أي شيء حتى هذه اللحظة. خلينا نشوف جي أف إتش 76.76 تراجع لجي أف إتش، يعني ماكو شيء مشاهدين الكرام، والافتتاح على الأبواب وضعف شديد في الطلبات. لذلك بعض الشركات راح تكون في المنطقة الخضراء بكميات بسيطة لا تكاد تذكر، لكن ممكن يكون اللون الأحمر هو حليف لهذه الجلسة وبدايتها مشاهدين الكرام. ولكن عندي أنا بعض الشركات كالعيد في المنطقة الخضراء راح يكون وطني دلقاء في المنطقة الخضراء، ولكن الكمية بسيطة للغاية، الكمية ضعيفة للغاية. الافتتاح ثواني مشاهدين الكرام، ونشوف معاكم افتتاح جلسة منتصف هذا الأسبوع، ونأمل إن شاء الله أن تكون هذه الجلسة أفضل حالا. يعني لا فعلا الشرية القيمة المتدنية والكمية المتدنية يعني صارت يعني لاحظ مشاهدين اللون أخضر ولكن بضعف شديد. يعني السوق الأول صاعد 10 نقطة، السوق الأول صاعد 10 نقطة، السوق الرئيسي 3.5 نقاط، لاحظ مشاهدين الكرام 5 نقاط للسوق الرئيسي، 13 نقطة للسوق الأول، هناك ضعف شديد. يعني الوطني صاعد فلس، هو من أدى إلى ارتفاع السوق الأول، تراجع الوطني أو استقر الوطني تراجع مؤشر السوق الأول. لاحظ مشاهدين الكرام فعلا ذكرنا أن هناك ضعف واضح في بداية هذه الجلسة لكثير من الشركات، ونلاحظ عربي قابضة هي الأفضل وهي الأبرز. إجلتي هذه مشكلة بإجلتي، البيع اللي قاعد يصير على إجلتي 5 فلوس في هذه اللحظات 685، يعني تراجع اجلتي يعني. لكن عربي قابضه 334 صعود قوي جدا، عربي قابضه هي من تحرك مؤشر السوق الرئيسي. حاليا السوق الاول 6 نقاط حمراء، السوق العام 2.16 نقطة حمراء، السوق الرئيسي 6 نقاط 18 نقطة خضراء. عربي العيد مثل ما ذكرت انا منطقه خضراء ب 1400 سهم، الخصوصيه في منطقه خضراء ب 10 اسهم، ايفا بمنطقه خضراء ب 247,000. نلاحظ مشاهدينا الكرام ارزان كذلك المنطقه الخضراء ب 2500 سهم مع بدايه هذه الجلسه. نلاحظ بقيه الشركات كامكو بالمنطقه الخضراء بفلس ب 5 اسهم، وطنية الدولية القابضة فلسين ب 40 سهم فقط، طاقه رجلتي 680. لاحظ رجلتي تعرض 680، يعني ايش قاعد يصير بإجلتي؟ هي من سبب هذه التراجعات للسوق وسبب نوع من الخوف والربكة لدى المتداولين. لاحظ إجلتي تعرض حاليا 680 333,000 في 680، 10 فلوس نازلة إجلتي في هذه اللحظات. لذلك مشاهدينا الكرام قاعد نشوف ضغط بيعي واضح على إجلتي، وهي من ضمن الأسباب اللي أدت إلى تراجعات السوق في الآونة الأخيرة، يعني ضغط بيعي كبير جدا على إجلتي. نلاحظ 500,000 في هذه اللحظات، 11 فلس نازل اجلتي، 11 فلس مشاهدينا الكرام لاجلتي في هذه اللحظات. او لاحظ بعد راح تراجع اكثر، واضح انه يعني ما في طلبات، طلبات زين وزين، اجلتي وزين امانه، اجلتي وزين زين كذلك 5 فلوس تراجعا. يعني فعلا تراجعات كبيره جدا. هيومن سوفت بصعود بسهم واحد، والوطني حاليا الوطني يذهب الى المنطقه الحمراء مشاهدينا الكرام ب 4 فلوس تراجعا. الخليج فلسين، الدولي فلس، نلاحظ عقارات الكويت صعود فلس في هذه اللحظات. نلاحظ اجلتي ب 679، اتمنى ارتداده لاجلتي، اتمنى تعويض الخسائر. يونيكاب كذلك بتراجع، والصفات بارتفاع فلس مشاهدينا الكرام مع بدايه هذه الجلسه، اسيا بتراجع مع بدايه هذه الجلسه. لاحظوا المتحده فلسين فاصلة 8 صعودا ب 10 اسهم، الوطنيه العقاريه 3 فلوس صعودا ب 5 اسهم فقط لا غير، الانماء فلسين ب 60 سهم ماكو شيء، السيوله لين الحين وصلت 1,100,000، 1,100,000 سيوله مشاهدينا الكرام مع بدايه هذه الجلسه. التجاريه بارتفاع ب 2,500 سهم، عيال العقاريه بارتفاع ب 100 سهم، يعني ماكو، ارجان كذلك بارتفاع ب 18,000 سهم. نلاحظ مراكز 12 سهم بصعود 3.2 فلوس، الورقيه 4 فلوس ب50 سهم، نلاحظ وربا كابيتال 4 فلوس ب50 سهم. يعني لاحظ فعلا صعود، لكن اريد 5 فلوس صعودا ب 10 اسهم فقط لا غير. عربي قابضه لا صعود فلس في هذه اللحظات، تراجع بعد ذكر مكاسب اكثر ب 339,000، تخصيص 13 ب 20 سهم، تحصيلات 0.9 صعودا ب 50 سهم. يعني لاحظ ان الصعود صحيح موجود اللون الاخضر، ولكن الكميات المتداوله جدا متدنيه، الكميات جي اف اتش بصعود ب 10 الفلس مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، لكن يتراجع انفست ويتراجع اس تي سي، وبيع واضح على بيتك في هذه اللحظات، وزين كذلك بيع واضح مشاهدينا الكرام. البيع يطول الشركات القياديه، البيع يطول الشركات القياديه، هل من تراجعات اسواق المال العالميه؟ حتى الاسواق العالميه في هذه اللحظات فيها تراجع واضح مشاهدينا الكرام، هل هذه هي الاسباب بهذه التراجعات؟ لاحظ جي اف اتش، جي اف اتش حاليا
بين 76 يعرض جي اف اتش، 76 يعرض جي اف اتش مشاهدينا الكرام. الصناعات الوطنيه كانت مطلوبه 220 حاليا تعرض 220، يعني تراجعات كبيره سيولة 1,300,000، وتراجع السوق الاول حوالي 27 نقطه، السوق الرئيسي صاعد 5 نقاط، والسوق العام متراجع 18 نقطه. تراجعات واضحة مشاهدين الكرام في بداية هذه الجلسة للشركات القيادية، مما أدى لتراجع مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام، وكذلك في ارتفاع في السيولة نتيجة بعض الضغوط البيعية. نأمل مشاهدين الكرام، نأمل أمانة بارتداد الإجلتي وبعض الشوازين حتى يعود السوق إلى 7.1، ويكون هناك قوة شرائية على هذين السهمين اللي تراجع بصورة ملفتة خاصة في الفترة الأخيرة. كل الشكر لك يوسف، كل الشكر لمشاهدينا الكرام. كل الشكر لك زميلنا عايد العنيزي المتواجد دائما في استديوهاتنا في بورصة الكويت. هذه الجولة السريعة قبل انطلاق جرس التداول وبعد انطلاق جرس التداول، مشاهدينا نتمنى بإذن الله تعالى أن تعم الإيجابية في تداولات هذا اليوم، وهو اليوم الثالث من هذا الأسبوع في بورصة الكويت. مشاهدينا نلقاكم عند الإغلاق، في أمان الله. صباح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقتنا اليوم من برنامج العالم هذا الصباح، واللي اسعد بتقديمها مع زميلي عبد الله. صباح الخير عبد الله. صباح الخير اسراء، صباح الخير مشاهدينا في حلقه جديده، وهذه الاجواء الجميله ويوم جديد نطلع عليكم فيه من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت. مشاهدينا حلقتنا لهذا اليوم فيها العديد من المواضيع المحليه والدوليه، وراح نسلط فيها الضوء على مؤتمر بغداد للتعاون والشراكه الذي يعقد في المملكه الاردنيه الهاشميه في نسخته الثانيه لبحث التحديات التي تواجه العراق ودول الإقليم بمشاركة دولة الكويت. المؤتمر يشهد فرصة لحشد الجهود الإقليمية وتحقيق استقرار المنطقة على أساس الأمن المشترك، لا سيما في العراق، وهو الموضوع الذي سنناقشه من خلال ضيفنا في الاستديو والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري. عندنا العديد والعديد من الفقرات المحلية والدولية، مشاهدينا فاصل ولنا عودة. قد يبدو العالم أكثر أماناً إن عرفنا ما يحدث حولنا، لذلك نأخذك في جولة إخبارية لتعرف أحداث العالم. أهم عناوين الصحف المحلية والعالمية نقدمها لكم بصورة تحليلية. أولاً بأول، حينما يرتفع أو ينخفض المؤشر نحن أول من يأتيك بالخبر، حين تريد الاطلاع على أهم القضايا الاقتصادية نحن وجهتك الأفضل. البرامج الإخبارية، كن معنا لتكن أول من يعلم. إذن مستمرين معكم مشاهدينا في برنامج العالم هذا الصباح، حيث يعقد في المملكة الأردنية الهاشمية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية للبحث التحديات التي تواجه العراق ودول الإقليم بمشاركة أكثر من 10 دول من بينها دولة الكويت. المؤتمر يشكل فرصة للبحث في سبل حشد الجهود الإقليمية لتحقيق استقرار المنطقة على أساس الأمن المشترك، لا سيما في العراق.
الجهود الخليجية والعربية والإقليمية تجتمع دعما لاستقرار العراق، وهذه المرة من بوابة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية الذي يعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يبحث التحديات التي تواجه العراق ودول الإقليم بمشاركة أكثر من 10 دول من بينها دولة الكويت. يشكل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فرصة جيدة لبحث المواضيع الاقتصادية بين الدول المنطقة، خصوصا في ظل ما تعانيه المنطقة من ظروف اقتصادية صعبة. دائما تتمترس دولة الكويت في المشاركة بمثل هذه المؤتمرات التي تأتي انسجاما مع دول الجوار، وخصوصا مع يعني البوابة الشرقية للوطن العربي وهي جمهورية العراق. دولة الكويت دائما تشارك في دعم يعني كل ما منه استقرار المنطقة وتعزيز منظومتها الأمنية والاقتصادية. أولا، هذه السماحة ليست بغريبة على دولة الكويت في المشاركة في إعمار ومساندة الدول الأخرى. العراق يمثل أمن استراتيجي في المنطقة، اليوم هي قريبة من الكويت، قريبة من عدة دول. أمنها الداخلي، اتزان الدولة من الداخل يؤثر وينعكس عليك اليوم ككويت وكخليج وكمنطقة وكإقليم. الأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم لا سيما في العراق أبرز التحديات التي تبحث على طاولة المؤتمر، وسط الدعوات لجميع الدول للتعاون والتكاتف في مواجهة تلك التحديات والعبور نحو خلق تكامل سياسي واقتصادي واجتماعي بين دول وشعوب المنطقة. اليوم الإقليم يجتمع في البحر الميت، وما هم فرصة جيدة لتطوير المنظومة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العراق. ونستذكر في هذا المقام الجهود، جهود دولة الكويت في دعم العراق من خلال المؤتمرات التي دائما ما تجي منسجمة مع الجارة العراق، وخصوصا مؤتمر إعمار العراق الذي يعني احتضنت دولة الكويت قبل ما يقارب 4 سنوات. فمشاركة الدول اليوم في العراق يعني هذا دليل وصورة واضحة بأن الدول ترغب بالاشتراك في إعمار العراق ونهضتها مجددا. مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فرصة للبحث في سبل حشد الجهود الإقليمية لتحقيق استقرار المنطقة على أساس التعاون المشترك لا سيما في العراق. ويأتي المؤتمر في ظل جهود كبرى تبذل من قبل دولة الكويت لدعم استقرار العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت. تشارك دولة الكويت في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي يقام في المملكة الأردنية الهاشمية بوفد رفيع المستوى يرأسه ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سموه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. القيادة السياسية في دولة الكويت تحرص على المساهمة في دعم جهود العراق الشقيق لما للعراق من دور فاعل في محيطه العربي والدولي. للحديث أكثر حول مؤتمر بغداد للتعاون وشراكة المقام في الأردن، يسعدنا أن نستضيف المحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري. أهلا وسهلا بك دكتور يوسف. بالبداية حدثنا عن أهمية مشاركة الكويت في هذا المؤتمر، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن بوفد رفيع المستوى، رفيع المستوى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد رئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحقيقة الكويت تشارك في مؤتمر الشراكة والتعاون في بغداد، وطبعا هو مقام في المملكة الأردنية الهاشمية، وطبعا يمثل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد. وطبعا هذه المشاركة بهذا الوفد تدل الحقيقة على اهتمام دولة الكويت وحرصها دائما على كل ما يمس القضايا العربية والإسلامية والأشقاء الحقيقة والأصدقاء. وهذه الحقيقة يعني واحدة من السياسات المهمة لدولة الكويت، أن يهمها دائما أن تقدم كل ما تستطيع وتشارك بفاعلية في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية. وهذا الحقيقة يمكن فعلا اللي أعطى الكويت اهتمام ودور بارز
في الجانب العربي والجانب الخليجي وكذلك في الجانب الدولي من خلال مشاركتها الفعالة ومساهمتها الفعالة، حرصها على التواجد في مثل هذه المؤتمرات واللقاءات، وحرصها على دورها وأنها فعلا تساهم مساهمة فاعلة ضمن أدوار كثيرة. وشفنا يمكن خلال الفترة الماضية مؤتمرات كثيرة عقدت وكانت دائما الكويت سباقة في التواجد فيها، ولا شك أن مثل هذا المؤتمر كونه يمس أيضا العراق دولة شقيقة وجارة، وأيضا الحقيقة مشاركة مع الجهود العربية والخليجية الموجودة والدعوة الكريمة من العاهل الأردني، هذا كله الحقيقة يمكن ساهم في دور الكويت وحضورها وتواجدها اليوم بشكل فاعل في هذا المؤتمر. دكتور، لماذا تحرص القيادة السياسية الكويتية على دعم كافة الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار والإعمار في العراق برأيك؟ الكويت الحقيقة يعني تؤمن إيمان حقيقي بأن هي كدولة لها دور ولها أهمية في مشاركتها ومساهمتها الحقيقة وتقديم الدعم والعون، باعتبار أن هذا مطلب أساسي، وقامت الحقيقة سياسة الكويت الخارجية على هذا المبدأ. يعني منذ قيام واستقلال دولة الكويت دائما نجد الكويت يعني ليست فقط هي تشارك في المؤتمرات وتحضر، ولكن هي أيضا تدعو لمؤتمرات كثيرة عقدت في الكويت، بعضها في الجانب الخليجي، بعضها في الجانب العربي، في الإسلامي، في التنموي، في الوفود، يعني مؤتمرات اقتصادية حضرتها دول أوروبية ودول كذلك أفريقية وغيرها. يعني الكويت الحقيقة دائما جهودها واهتمامها ورسالتها ترى أن هي يجب أن يكون لها دور ولها منطلقات أساسية تقوم عليها الكويت في علاقتها مع الأشقاء ومع الأصدقاء ومع كافة الدول، وحريصة دائما على أنها فعلا تقدم كل ما تستطيع وتساهم مساهمة فعالة وتشارك الحقيقة مشاركة حقيقية وتقدم مشاريع وتقدم رؤى وتقدم يعني قرارات وتوجهات، مما يعطي الكويت الحقيقة اهتمام كبير دائما أن وجودها محوري وفعلا يعني دائما تمثيلها واهتمامها هو اللي قاعد يعطي هذا الزخم للكويت الحقيقة من خلال هذا الدور الريادي ودور المهم. وبالتالي الحمد لله يعني نحن في الكويت جبلت القيادة السياسية عندنا على أن إحنا لنا دور ويجب أن نساهم، ولعل الكويت يعني كلنا نشوف اليوم عندنا الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي، عندنا نحتضن الصندوق الكويتي، عندنا للتنمية الاقتصادية العربية، يعني هذه كلها دلالات تعطي اهتمام الكويت بأنها فعلا دائما تقف مع الأشقاء ومع الأصدقاء وتقدم كل ما يمكنها أن تعمله بجهود كبيرة وفي كل الظروف الحقيقة، يعني ليست في ظرف واحد. دكتور، بالعودة إلى مؤتمر بغداد، من الناحية السياسية ما هي أهمية أو أين تكمن أهمية هذا المؤتمر من الناحية السياسية إذا أردنا الحديث؟ طبعا إحنا لو شفنا المؤتمر الحالي يمكن منطلقات الأساسية قائمة على الجانب الاقتصادي، لكن لو ردينا للمؤتمر الأول كان منطلقاته مهتمة في الجانب السياسي. طبعا أول شيء احنا نعرف أن العراق دولة جارة، وكذلك استقرار العراق هو استقرار الكويت، وبالتالي هذا يعني دور أساسي في جانب الاستقرار. كذلك العلاقات السياسية بين الكويت وبين العراق وبين الدول الخليجية أيضا أمر مهم جدا، لأن كل ما عمقنا الجانب السياسي والعلاقات السياسية بين الدول والمواقف هذه ستنعكس حتى على الجوانب الأخرى، وبالتالي الجانب السياسي دائما حاضر، لأن أيضا هذه اللقاءات تعزز العلاقات السياسية، تعزز أطر التعاون بين الدول، توثق العلاقات والرؤى والأهداف والقرارات والمنطلقات اللي نحرص نحن كخليجيين، كعرب، كمسلمين أن يكون لنا دور فاعل فيها، والكويت سباقة في هالجانب. إذا هذا يبين أن الشق السياسي موجود، بل أن في قضايا يعني تمس الجانب السياسي. لما نتكلم عن قضايا الأمن والأمور المتعلقة في الجانب الأمني، هذا جانب سياسي مهم جدا، لأن بالنهاية المنطقة فيها تعرفون ملتهبة، فيها منطقة الشرق الأوسط يعني للأسف فيها بعض الأشياء يعني المتعلقة في الشق السياسي، ونعرف طبيعة وظروف هذه المنطقة، وبالتالي كل ما كان في تلاحم سياسي
رؤى سياسية يعني إيجابية وتعامل وتعاون سياسي، أعتقد هذا هو المفتاح لحل هالأزمات السياسية ولحل ظروف ومعطيات طبيعة المنطقة والتحديات اللي قاعد تواجهنا حتى نعيد استقرار لمنطقة الشرق الأوسط. نعم دكتور، الدبلوماسية الكويتية دائما ما تعزز أوصار الأخوة والعلاقات الطيبة ومد يد العون للأشقاء في العراق، كيف انعكس برأيك هذا المسعى على العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق؟ نعم طبعا، الحقيقة الكويت والعراق يعني منذ قيام دولة الكويت حرصنا دائما على حسن الجوار وحرصنا على العلاقات الثنائية والتمثيل الدبلوماسي، وهناك زيارات كثيرة متبادلة بين الطرفين، ولعل يمكن احنا آخرها يعني زيارة الكويت اللي حدثت أيضا قبل فترة عندما تم زيارة العراق، وأيضا كان عندنا رئيس الوزراء العراقي وكذلك الرئيس العراقي قبل فترة يعني محدودة، يعني تبين أن ما زال عملية تبادل الزيارات والعلاقات السياسية مستمرة، وطبعا هذه هدفها الأساسي هو التنسيق وتحقيق أطر التعاون السياسي اللي سيكون منطلق للجانب الاقتصادي والاجتماعي والجوانب الأخرى في العلاقة بين البلدين. إذن الاهتمام بالشق السياسي الحقيقة دور مهم جدا من خلال الزيارات اللي قاعد نشوفها المتبادلة، وأيضا مشاركة الكويت في هذا المؤتمر هو تعزيز لهذا الجانب السياسي والعلاقة السياسية بين الطرفين، والتي تؤكد حرص الكويت واهتمامها بدعم العراق وتقديم كل أوجه المساعدة وكل ما يتعلق بأمن واستقرار العراق، لأن أيضا أمنه ضروري في هذه المنطقة، والكويت حريصة دائما على مثل هذا المنطلق. لذلك نجد مشاركة الكويت السياسية اليوم، ونشوف علاقاتنا بدأت يعني تأخذ إطار سياسي في يعني اهتمام بين الدولتين وحل الأمور بطرق يعني إيجابية وسياسية. كل هذه أعتقد ستساهم في تهدئة المنطقة وفي انعكاس هذه العلاقات والاستقرار اللي احنا جميعا نريده، لأن مفتاح الاستقرار السياسي هو مفتاح التنمية، مفتاح الاقتصاد، مفتاح كل الجوانب تنفتح إذا أنت فعلا حققت الأمن السياسي. والكويت دائما حريصة على الأمن السياسي الخليجي والعربي والإقليمي بشكل كبير، وخصوصا لما نتكلم عن العراق كدولة كبيرة وجارة في هذه المنطقة. دكتور، حضرتك كما ذكرت هناك ملفات عدة، يعني منطقة الشرق الأوسط منطقة ساخنة، هناك أزمات كثيرة تواجه المنطقة، والعراق على وجه التحديد يواجه أزمات كثيرة، وأيضا من منطلق أيضا حضرتك ذكرت أن الكويت تنطلق من منطلق التعاون، كيف ترى أو كيف ترى مستوى التنسيق بين دولة الكويت وجمهورية العراق في يعني شتى المجالات؟ طبعا الحقيقة عملية التنسيق عملية مستمرة، يعني يمكن بدأت طبعا في الشق السياسي، وهذا جانب مهم جدا لأن بالنهاية هو مفتاح للقضايا الأخرى. في تعاون تجاري بين الكويت وبين العراق، وكذلك تعاون اقتصادي في منطلقات متعددة، في زيارات متبادلة، وكذلك جهود كبيرة تقوم فيها الكويت، في هناك دعم من صندوق التنمية الكويتي اللي يقدم عدة قروض لمشاريع تنموية ومدارس وأمور كثيرة بهدف دعم الشعب العراقي ودعم العراق ويعني تحقيق المتطلبات الحياتية للناس. نجد جهود الكويت الحقيقة بارزة في مثل هذه المساعدات وهذا الدعم المتواصل بين الكويت والعراق. شهدنا تنسيق يعني دائما تبادل الزيارات لتأثير على تحقيق كثير من التطلعات فيما يتعلق باستقرار الأمن العراقي، وإحنا شفنا يعني اضطرابات لدى العراق بالفترة الماضية نتيجة للظروف السياسية، ونعرف تأثير كورونا وتأثير الأزمة العالمية اليوم، والكويت الحقيقة يعني تقف وقفة جادة مع أشقائها ومع العراق الحقيقة كدولة جارة ويعني عربية، وكذلك منطلق إيماننا بأهمية هذا الجوار. نشوف الكويت اليوم فعلا داعم رئيسي ودائما حريصة على أنها أي شيء يعني ممكن يحقق الأمن العراقي السياسي والاجتماعي والحياتي
وكل الظروف والمعطيات نجد الكويت دائما سباقة في المشاركة وتقدم هذا الدعم، وهذا بشهادة يعني العراق نفسها. وسمعنا يعني كلمات من رئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي وكذلك في البرلمان العراقي يثنون على جهود الكويت وعلى مشاركتها وعلى دعمها وعلى عطاءاتها اللامحدودة اللي تبين الحقيقة أن الكويت مهما كانت الظروف ومهما كانت الخلاف تظل الكويت الحقيقة سياستها وتعاونها واهتمامها بطي كل صفحات الماضي وإعادة الوفاق العربي ويعني الجوار اللي يحكمنا مع العراق في منطقة الخليج. كل هذه القضايا يمكن الكويت مهتمة فيها وحريصة على تقديم هذا الدعم بما يمس حياة الناس وظروف الناس وأمنها، وهذا يمكن واحدة من الجوانب الأساسية اللي هي موجودة في ضمن أعمال مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون. قضايا كثيرة مطروحة فيها الجانب اللي الكويت عملت فيها، والكويت اليوم جاية أيضا تسعى للمشاركة والمساهمة والعمل المشترك الجاد والتعاون في كل ما يحقق أمن العراق سواء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. يعني كل هذه دلالات الحقيقة واضحة على أن الكويت دائما حريصة على هذه اللحمة ولحمتها العربية والخليجية والإسلامية. أكيد راح نكمل حديثنا باستفاضة أكثر، ولكن تنطلق اليوم في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية بعد نجاح نسخته الأولى العام الماضي في العاصمة العراقية بغداد. وتشارك دولة الكويت بوفد يرأسه ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح. لمزيد من التفاصيل انعقاد هذا المؤتمر نتابع وياكم هذا التقرير. ببعيد عن بغداد وعلى ضفاف البحر الميت في الأردن، ينعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية بعد قمة أولى ناجحة عقدت العام الماضي في بغداد. دولة الكويت تشارك في النسخة الثانية للمؤتمر بوفد يرأسه ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، لبحث دعم العراق في مواجهة التحديات وقضايا أخرى تتعلق بالمنطقة والإقليم إلى جانب الدول المشاركة. يأتي هذا المؤتمر هو دعم عربي منطلق إلى العراق الشقيق ليتعافى من الأزمات المتتالية التي واجهت العراق من تحديات كبرى مثل الأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة، ولابد من عودة العراق إلى سابقي، العراق القوي، العراق الشديد، العراق ذو المركز الاقتصادي والدولي المؤثر في المنطقة. دولة الكويت الشقيقة دائما داعمة إلى مواقف العراق القومية والسيادية على أرضه، وأن يكون ذو سيادة واستقلال تام على أراضيه يتمتع في خياراته الاقتصادية وخياراته السياسية. مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح في هذا المؤتمر، ما هو إلا تأكيدا على دور دولة الكويت في دعم العراق ودعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي المشترك بما يصب مصالح الشعوب في المنطقة والإقليم. تاريخيا في تطابق بوجهة النظر بين الأردن والكويت أن مشاكل المنطقة العربية يجب أن تحل في البيت العربي، وأن مهما طالت هذه المشاكل يجب كانت تعود إلى أصلها من خلال أن كل الدول المعنية ومن ضمنها الأردن ومن ضمنها الكويت باستقرار العراق ووحدة أراضيه. قمة بغداد في نسختها الثانية يرى متابعون بأنها ستقوم على مبدأ توفير إطار يضم العراق والدول الرئيسية الفاعلة في المنطقة للتداول حول شؤون العراق وإعادة الإعمار وللتحاور بشكل فاعل بشأن المسائل المشتركة للمنطقة وما تشهدها من تطورات سياسية وأمنية واقتصادية. مؤتمر بغداد سيحظى باهتمام بالغ يؤكده الحضور رفيع المستوى المتمثل بالدول المشاركة، كما ستتابع وسائل الإعلام العربية والإقليمية مخرجات قمة بغداد بنسختها الثانية والتي تؤكد على أمن واستقرار العراق، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية. لتلفزيون دولة الكويت غيث الرقاد عمان.
إذن نعود معكم مشاهدينا إلى ضيفنا في الاستديو المحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري. دكتور يوسف نستكمل معك حوارنا، وكما شاهدنا في التقرير، برأيك دكتور ما هي أهم التحديات التي تواجه المنطقة والتي سيناقشها المؤتمر؟ نعم، طبعا في هناك كثير من القضايا موجودة على طاولة المؤتمر وضمن الأجندة الخاصة بهذا المؤتمر الثاني. المؤتمر هذا تقريبا يمكن يطغى عليه الجانب الاقتصادي بشكل كبير جدا، وكلنا نعرف تداعيات الظروف الماضية وأزمة كورونا وأزمة اليوم الحرب الموجودة في أوكرانيا، ويعني تداعيات هذه على الجانب السلع والخدمات وأسعار الطاقة والتضخم الاقتصادي، وهذه كلها الحقيقة اليوم ألقت بظلالها بتأثير مباشر على العالم كله بشكل كبير. وبالتالي يمكن اليوم نشوف في هذا المؤتمر يعني القضايا تتناول هذا الشق. على سبيل المثال لما نتكلم عن الأمن الغذائي والمائي، اليوم أصبحت موضوع الأمن الغذائي والمائي الحقيقة أزمة عالمية، ما بالك طبعا لما تكون عندنا مشاكل متعلقة في العراق نفسه فيما يتعلق بالحصول على الموارد وعلى السلع وعلى المتطلبات الحياتية والغذائية. وهذه أعتقد يمكن واحدة من الجوانب اللي يهتم فيها المؤتمر. والمؤتمر طبعا هني في شقين، الشق الأول شق متعلق بالعراق نفسه في الأمن الغذائي، وكذلك الأمن الغذائي المنطلق في الدول المشاركة، يعني شنو السياسات اللي ممكن تنتهجها هذه الدول أيضا بما ينعكس على الدول المشاركة والدول العربية الأخرى والخليجية فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، لأن اليوم الأمن الغذائي أصبح تهديد مباشر ممكن يأثر على حياة الناس. وبالتالي شلون نستطيع أن نعزز هذا الأمن، شنو الوسائل اللي ممكن تعمل أو المشاريع اللي ممكن تساهم في هذا الأمن. اليوم موضوع الأزمة الدوائية والأزمة الصحية في يعني كثير من الدول وخاصة العراق يعاني من هذا الشق بشكل كبير جدا. هذا الموضوع حاضر، إذن تعزيز الجانب الصحي والإمداد الصحي وتعاون مع العراق فيما كل ما يحقق يعني الأمور الصحية الحياتية للشعب العراقي وظروف وتداعيات الظروف المختلفة الجانب الصحي أعتقد هي حاضرة في هذا المؤتمر، وستكون هناك مشاركات فاعلة وعمل لدعم الجانب الصحي والدوائي وتوفيره، لأن في أزمة حقيقية في العراق في موضوع الجانب الصحي. شفنا أيضا موضوع الطاقة وأزمة الطاقة، اليوم احنا نتكلم عن أزمة متلاحقة بارتفاع أسعار البترول، والقضية ليس قضية أسعار البترول، اليوم انعكست على تضخم اقتصادي عالي، أسعار السلع ارتفعت، الأسعار النقل والأجور ارتفعت والتجارة، كل هذه رفعت الأسعار. إذن اليوم لما نتكلم عن هذا الارتفاع الرهيب شوف فعلا يعني شعوب تعاني اليوم من هذا التضخم. العراق أيضا عنده مشكلة كبيرة في توفير هذا الجانب في حياة العراقيين أنفسهم وظروفهم. أعتقد اليوم إحنا يعني المؤتمر سيتناول هذا الجانب وكيف يستطيع أن يحقق تعاون بما ينعكس على العراق، سواء في مشاريع تنموية، في مشاريع استراتيجية تشارك فيها الدول المشاركة لتأمين الجانب الصحي والغذائي والتضخم وارتفاع الأسعار، وأيضا الجوانب التنموية في العراق، لأن بالنهاية كل ما تكون هناك مشاريع تنمية هذه ستنعكس إرادات الدولة تمكنها من توفير الأمن الغذائي والصحي وتعزيز قدراتها وإمكانياتها بهدف تحقيق الاستقرار الأمني والغذائي والحياتي للناس. كل هالأمور نشوفها اليوم هي تقريبا معظمها كله يتناول في الشق الاقتصادي كما ذكرت لكم، والجانب السياسي ليس ببعيد هو موجود، ولكن يمكن اليوم الأولويات كلها اقتصادية، يعني هذا اللي حاصل اليوم، الأولويات والاهتمامات في هذا المؤتمر يعني لمعالجة الشق الاقتصادي وشون نقدر نرفع هذه المعاناة عن الشعب العراقي وعن الظروف اليوم اللي يعانونها الناس من ارتفاع الأسعار والغلاء والمعيشة ونقص الأدوية ونقص الغذاء، ومحتاجين أيضا مشاريع تنمية لتوفير فرص عمل وتوفير قدرة على تقديم دعم ومساعدة لهذا الشعب اللي اليوم فعلا نشوف يعني عنده احتياجات متعددة. فجاء هذا المؤتمر الحقيقة لتلبية هذا الواجب وتلبية لجهود الدعم العربية في شكل مؤتمر تحضر هذه الدول حتى تحقق
هذه هي المطلوبات. المؤتمر يحظى ليس فقط في مشاركة عربية، هناك مشاركة إقليمية وأوروبية. انعكاسات هذه المشاركة على القضايا اللي طرحتها؟ طبعا الكون في مشاركة من منظمات دولية، وكذلك نعرف أن الرئيس ماكرون أيضا جاي، هو في زيارة وأيضا قاعد يعني يسعى أيضا يقدم دعم من خلال الاتحاد الأوروبي. يعني الاتحاد الأوروبي أيضا له اهتمامات في تقديم شكل مساعدات ودعم، كذلك المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان خاصة في القضايا الغذائية وغيرها والدوائية. هي متواجدة اليوم تعكس الحقيقة، أولا يعني اهتمام هذه الدول بالمشاركة في مثل هالمؤتمرات، أيضا الحقيقة الدور العربي والمشاركة العربية واهتمامها وعلاقاتها مع هذه الدول التي أثمرت عن وجود هذه المشاركة عندما وجهت دعوات كلهم لبوا وحضروا، وهذا دليل أن القضية أصبحت أيضا فيها منطلق عالمي وتواجد لمنظمات عالمية والاتحاد الأوروبي، كلها أيضا تعكس يعني الإحساس والشعور بطبيعة هذه المنطقة والتحديات اللي تواجهها وحرصها على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الخليج والدول العربية والمتواجدة، وأيضا الدور العربي والخليجي المتميز في العلاقات مع الدول ومنظمات ومساهمتها الحقيقية. الكويت داعم كبير للمنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة وتقديم المساعدات، والكويت لها دور كبير جدا في الشق الإنساني كلنا يعني ما يخفى. نعم دكتور، مثل ما تحدثت عن الجانب الاقتصادي وتكلمت وأسهبت في هذا الجانب، راح نشوف هذا التقرير اللي راح نشوفه مع المشاهدين الكرام عن ما يحدث في المؤتمر التعاون والشراكة في المؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. نشوف هذا التقرير ونرجع لكم بإذن الله مشاهدين. بمشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، تنطلق اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية وتحديدا في البحر الميت أعمال قمة بغداد للتعاون والشراكة في نسختها الثانية، والتي تأتي استمرارا لقمة بغداد الأولى التي عقدت في العاصمة العراقية العام الماضي. وتبحث القمة الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، كما ستبحث أيضا سبل بناء شراكات اقتصادية واستثمارية بين دول الإقليم والمنطقة بما يعزز فرص الاستقرار والنمو فيها، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات السياسية المتعلقة بالتطورات على مختلف الأصعدة. وسيكون هناك اتفاق دولي بين الدول المشاركة على تنفيذ عدد من القضايا بشكل مشترك، خصوصا المتعلقة بالوضع الأمني والاقتصادي العالمي. ويكتسب المؤتمر أهميته في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين الدول المشاركة، كما يأتي في إطار التأكيد على دعم العمل العربي المشترك من جهة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي كأولوية وضرورة مهمة في مد جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التنمية والأمن في المنطقة من جهة أخرى. كما تعد هذه القمة فرصة إيجابية للاستثمار وإقامة مشاريع حيوية مهمة بين الدول المشاركة في ظل تشابه كثير من القوانين الناظمة فيها، الأمر الذي يعد خطوة متقدمة في التكامل العربي المشترك، خصوصا وأن القمة جاءت كدعوة لعودة التعاون والتنسيق العربي بما يخدم الجهود التنموية للدول العربية في المنطقة. هذا ويشارك في المؤتمر بنسخته الثانية كل من مملكة الأردن وجمهورية مصر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ودولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين وجمهورية إيران وتركيا. إذا ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام عن تغطيتنا الخاصة لأعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية، وللمزيد
من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب مراسل تلفزيون دولة الكويت من بغداد كرم مظفر. صبحك الله بالخير كرم. ما هي أهم الملفات التي ستطرحها دولة العراق للمناقشة في المؤتمر؟ صباح الخير وعافية، وأيضا تحية إلى الضيف الكريم. طبعا كان الحديث لربما شامل في إطار انعقاد هذا المؤتمر، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية. اليوم الكل يعلم أن العراق يمر بمرحلة انتقالية مهمة جدا في ظل تعاقب حكومات متتالية وأزمات داخلية نتج عنها تشكيل الحكومة الأخيرة. لذا يحاول رئيس الوزراء العراقي السيد محمد الشياع السوداني اليوم تغيير مسار العملية السياسية في العراق للانفتاح نحو العالم العربي والمحيط الإقليمي وحتى على المستوى العالمي. بالتالي الملفات التي يركز عليها العراق، أولا احترام سيادة العراق فيما يتعلق بالأمن واستقرار العراق، حيث هناك الكثير من الانتهاكات المتمثلة من بعض دول الجوار. بعيدا عن التسميات، نتحدث اليوم عن تركيا وإيران، تحدث بين الحين والآخر بعض الخروقات الأمنية من خلال قصف مناطق شمال العراق. بالتالي يحاول العراق أن يضع حد لهذه القضية، ولربما فعليا يرتبط الملف الأمني بالملفات الأخرى الأساسية اللي هي الملفات الاقتصادية والتجارية وحتى الاستثمارية. بالتالي استقرار أمن العراق سينعكس على استقرار أمن المنطقة، وبالتالي استقرار الوضع الأمني عموما في المنطقة سيفتح البوابة أمام العراق وأيضا دول الجوار وجميع الدول المشاركة عربيا وعالميا أن يكون هناك علاقات شراكة فيما يتعلق بملفات الأمن الغذائي والأمن الدوائي وأيضا ملف الطاقة. هناك سعي من الجانب العراقي باتجاه تفعيل مختلف الاتفاقيات الاستراتيجية مع دول الجوار. موضوعة الحصص أيضا المائية ضرورة حتمية ستكون حاضرة في هذه القمة بنسختها الثانية في المملكة الأردنية الهاشمية. ما هي السبل التي سيبحثها المؤتمر لدعم العراق؟ يعني كما تم ذكر خلال التحليل في الاستوديو وما يدور من حديث في تقرير الزملاء، لكن العراق اليوم يؤكد على أهمية احترام سيادته ويحاول الانطلاق من خلال هذه القمة نحو بناء شراكات حقيقية مبنية على أسس اقتصادية تنموية تعزز من إمكانيات العراق داخليا. يبحث العراق اليوم عن دعم خليجي عربي عالمي حتى يكون هناك استقرار يشمل مختلف مفاصل الحياة على المستوى السياسي الاقتصادي الأمني. يحاول أيضا العراق من خلال هذه القمة توطيد العلاقات الدبلوماسية لربما بعيدا عن التشظي وبعيدا لربما عن العزلة التي عاشها خلال سنوات ماضية. يتأمل الجميع أن يكون هذا المؤتمر بنسخته الثانية نقطة الانطلاق نحو تغيير العراق باتجاه التطور الاقتصادي والانفتاح وفتح بوابة الاستثمار أمام جميع الدول المشاركة. اليوم العراق بصراحة بيئة خصبة لاستقطاب الشركات العالمية والعربية المختلفة في مختلف المجالات وسيما المجال الاقتصادي. والعراق اليوم يؤكد على أهمية مشاركة دولة الكويت التي تعتبر هي الأقرب إلى العراق. نحتاج إلى تفعيل كما صرح بعض المسؤولين تفعيل موضوعة التعاون المشترك في إطار الطاقة مع دولة الكويت، موضوع السكك والربط السككي. يتأمل الجميع أن تكون الساعات القليلة المقبلة وما سيخرج به هذا المؤتمر من نتائج إن شاء الله ستكون بمستوى الطموح العراقي للانفتاح على جميع الدول العربية والعالمية بما يخدم مصلحة العراق والمصالح المشتركة مع تلك الدول. وهل سيعزز حضور القادة والرؤساء في هذا المؤتمر دعم الجهود العراقية في تحقيق أهدافها؟
يعني بالتأكيد اليوم لما يكون هنالك حضور رفيع المستوى على مستوى رؤساء دول وأمراء وملوك هذا سيعزز من مكانة العراق على المستوى الإقليمي، على المستوى المنطقة العربية بالعموم. بالتالي حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأيضا رؤساء الدول وأصحاب السمو هي رسالة واضحة أن العراق اليوم يحاول العودة إلى محيطه العربي والإقليمي بكل ديناميكية، يحاول دائما أن يثبت للجميع أنه قريب من الجميع وعلى مسافة واحدة من مختلف الدول. اليوم هذه المرحلة وبالتحديد هذا المؤتمر بنسخته الثانية يترقبه الصغير والكبير في أن يحقق المردود المفترض للمواطن العراقي ولمختلف شرائح الشعب العراقي بالتناغم مع الدول العربية، دول المحيط العربي أيضا ودول المحيط الإقليمي. كيف ترى حضور الاتحاد الأوروبي والرئيس الفرنسي، وما هي الدعوم التي ستقدم من قبلهم برأيك؟ يعني بصراحة هناك ملفات كثيرة يبحثها العراق في إطار التنمية الاقتصادية. إذا ما تحدثنا عن الجانب الفرنسي، يعني من المفرح أن يكون هناك في هذه القمة انفتاح على مستوى عالمي. يعني حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحد ذاته إلى هذه القمة بعد أن كان هناك أيضا حضور في القمة السابقة، ستكون هناك نقلة نوعية بالنسبة للعراق. هناك ملفات استثمارية كثيرة، هناك مشاريع متوقفة ومتلكئة، يبحث اليوم الجانب العراقي عن من ينجز ويكمل هذه المشاريع، وخاصة يعني البحث في إطار التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية للعراق وفتح الباب أمام الجانب الفرنسي بشركاته المختلفة أن يكون حاضرا في العراق. هذا البعد الاقتصادي والبعد التنموي، وهناك بعد آخر وهو البعد السياسي. انفتاح العراق اليوم على مستوى الاتحاد الأوروبي وصولا إلى فرنسا هذا يعد يعني نقلة نوعية حقيقية في تاريخ العمل السياسي في العراق. هناك سعي من الحكومة الحالية. زميلنا كرم مظفر، شكرا زميلنا كرم مظفر من بغداد، كل الشكر لك، ألف شكر. شكرا لك. إذن عودة مع ضيفنا في الاستديو المحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري لاستكمال الحديث عن أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية. دكتور، تكلمنا عن العديد والعديد اللي دار حوالين هذا المؤتمر اقتصاديا وصحيا وإقليميا. برأيك اليوم هذا المؤتمر وهو الدورة الثانية لتنعقد في المملكة الهاشمية الأردنية، ما هي تطلعاتك لهذا المؤتمر؟ طبعا ما في شك الحقيقة اليوم المؤتمر يعني الكل يترقب اللقاء الذي سيسفر عن نقاش كثير من القضايا المطروحة على القمة بوجود أصحاب السمو وكذلك رؤساء الدول وتمثيل دبلوماسي عالي جدا ومشاركة عربية وخليجية ودولية كبيرة. كلنا اليوم نتطلع أن يحقق هذا المؤتمر دوره في مناقشة هذه القضايا وإيجاد الحقيقة يعني التوصيات اللازمة التنفيذية والتفعيلية لهذه الجوانب، لأن الحقيقة استقرار العراق والقدرة على دعمه والتعاون معه وتوفير كل هالمتطلبات سيكون الحقيقة أثر كبير جدا على استقرار المنطقة الأمني والسياسي. وهذا أيضا سيساعد العراق في الظروف الحالية على العودة بشكل يعني متميز، لأن طبعا طبيعة الصراع الداخلي والتغيرات السياسية اللي حدثت والإرهاصات لبعض العوامل الداخلية يمكن هي حالة دون هذه المشاركة، واللي فعلا كثير منها نابع من قضايا سياسية واقتصادية ويعني مشاكل تعاني منها العراق خلال الفترة الماضية. وبالتالي حلحلة مثل هذه الأمور ويعني القدرة على إيجاد أدوات فاعلة لمساعدة العراق للخروج من الأزمة، أعتقد أن هذا سيجعل العراق رافد جديد وقادر على التعامل العربي والخليجي والإقليمي، ورح يفتح العراق بدور أكبر
للتعاون والعمل السياسي المشترك والتعاون في القضايا الكثيرة. نعم. إذن نحن اليوم أمام تطلعات كبيرة وأمام يعني آمال مطروحة على هذا المؤتمر، لأن العراق الحقيقة وجوده يعتبر جانب مهم بلا شك. إذن ضيفنا المحلل السياسي دكتور يوسف المطيري، شكرا جزيلا لك. حياكم الله جميعا. حياكم الله. إذن مشاهدينا فاصل ولا نعود. نبحر في عالم الصحافة المحلية والدولية، نرصد أهم العناوين ونتحقق من الأخبار والمضامين، نغوص في الافتتاحيات والأعمدة والمقالات ونتعمق بتحليلها وتفسيرها. نستعرض لكم الصحافة العربية والدولية بعيون مراسلين حول العالم. تابعونا في برنامج ماشية الصحافة من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة عادية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهواء مراسل تلفزيون دولة الكويت المتواجد في مجلس الأمة رائد الشمري. بعد تحية صباح الخير رائد، ضعنا في تفاصيل جلسة اليوم. صباح الخير زميلة إسراء، صباح الخير أيضا للزميل عبد الله من خلال برنامج العالم هذا الصباح. بالفعل انطلقت جلسة اليوم، الجلسة العادية لدور العقاد الأول للفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة، وهي التي تمثل الجلسة 7. وافتتح الجلسة مؤكدا رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون، وكانت البداية بتأبين لشخصيات رحلت لكن سيبقى ذكرها حاضر من خلال التأبين وزير التجارة والصناعة السابق هلال مشاري المطيري، وأيضا للنائب السابق رحمة الله عليه خلف دميثير العنزي. ومن ثم أكيد سيكون هناك الدخول لجدول أعمال جلسة اليوم، وجدول أعمال مليء سيبتدأ من خلال 7 رسائل واردة ومناقشتها، ومن ثم أيضا الحديث عن تقريري التشريعية البرلمانية بخصوص التعديلات لقانون تعارض المصالح، وأيضا تحديد نتحدث عن نطاق المسؤولية للشخصية الاعتبارية من خلال جرائم الفساد، والذين هؤلاء التقريرين الذين أقرا في الجلسة الماضية كمداولة أولى. أيضا ستنتقل الجلسة من خلال جدول أعمالها لتقرير حديث عن تقرير الإسكان والعقار البرلمانية عن المدن الإسكانية، وهو الموضوع الذي تم توافق من خلال الجلسة الماضية على مناقشته من خلال الجلسة اليوم. وبعد ذلك هناك الحديث عن تقريري لجنة الداخلية والدفاع، الحديث عن سيكون إن شاء الله من خلال تقريري لجنة الداخلية والدفاع عن القوائم النسبية والمفوضية العليا للانتخابات. يعني جلسة مليئة في العديد من المواضيع الهامة سيتم مناقشتها إن شاء الله من خلال اليوم. وأيضا مع نهاية الجلسة سيكون إن شاء الله هناك أيضا دعوة لجلسة الغد المرتقبة، جلسة خاصة علنية ستكون الساعة 1 إن شاء الله ظهرا للحديث عن تقرير ديوان المحاسبة وما ورد في هذا التقرير. سنتحدث عن نتائج الفحص والمراجعة لتنفيذ ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية، نتحدث مؤكدا عن السنة المالية ل 2021-2022 وبحضور رئيس ديوان المحاسبة. يعني نشاهد ونتابع يمكن منذ الساعة 9 الجلسة تسير على خير ما يرام بتناول جميع جداول الأعمال، وأيضا ما أدرج على جدول الأعمال سيتم مناقشته من خلال إن شاء الله الجلسة ستكون متواصلة حتى الانتهاء من جميع ما أدرج على جدول أعمالها. يمكن هذا كل ما لدي، وستكون إن شاء الله لنا رسائل أخرى في الفترات المقبلة بإذن الله لتواصل أكثر على حول جلسة اليوم. نعم، إذن زميلنا رائد الشمري مراسل تلفزيون دولة الكويت من مجلس الأمة، كل الشكر لك.
وفي أخبارنا الرياضية، شهدت انطلاقة منافسات الجولة 11 من دوري زين الممتاز كرة القدم، مواجهتين تغلب فيها الأول فريق النصر على الساحل بنتيجة كبيرة قوامها 4 أهداف مقابل هدف وحيد، في حين اقتنص الجهراء فوزا ثمينا أمام كارما بثلاثة مقابل هدف. لمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. افتتاح الجولة 11 من دوري زين الممتاز لكرة القدم شهدت مواجهتين جمعت إحداهما فريق كاظمة والجهراء، وكانت الغلبة فيها للأخير بثلاثية مقابل هدف وحيد، جاءت جميعها في الفترة الأولى من عمر المواجهة التي كسب بها الجهراء النقاط 3 ورفع رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثالث مؤقتا. المباراة يعني قاعد تشوفون الدوري السنة هذه فريق قاعد يفوز على فريق، ما يعني ما في حسبة، يعني كل مباراة قاعد تدش 50-50. الحمد لله على كل حال، فوز عن 6 نقاط مو 3 نقاط. نفكر بالجاي، احنا نوقف الدوري مدة شهر تقريبا حق استعدادات كأس الخليج، ان شاء الله نقدر نرتب اوراقنا اكثر واكثر، وللحين ما انتهى الدوري تو الناس الامور للحين صعبة على كل الفرق. الحمد لله يظهر لي الجهرة قاعدين يقدموا في مردود زين من اول الموسم، شوية ما مشيتش معنا نتائج، يعني ضيعنا شوية مباريات في ملعبنا، الحمد لله اليوم عوضنا ب3 نقاط من خارج الديار. ان شاء الله نواصلوا على المردود هذا، يظهر لي قاعدين برهنوا لي عنا فريق ممتاز، ان شاء الله نكملوا كما هكا ان شاء الله. وفي لقاء اخر اكتسح النصر نظيره الساحل وهزمه برباعيه مقابل هدف وحيد، حيث تالق لاعبو العنابي طوال فترات المواجهه، وخاصه اللاعب محمد دحام الذي ساهم بالفوز بتسجيل 2 ليرفع رصيده الى 14 نقطه. عادل النزي لتلفزيون دوله الكويت. إذن وصلنا مشاهدينا إلى استراحتنا المنوعة، ونبدأها من السلفادور، حيث صرحت السلطات هناك بأنه تم العثور على 12 قطعة أثرية تعود إلى حقبة ما قبل الإسبان، كانت موجودة في الولايات المتحدة لمدة قرن بعد أن أخذها زوجان زائرا، مضيفة أنها ستكون جزءا من التراث الثقافي للسلفادور. وتم عرض القطع الأثرية الخزفية في سان سلفادور يوم الخميس الماضي بعد تبرع مواطن أمريكي بأكثر من 100 قطعة أثرية. يعود تاريخ القطع إلى ما بين 500 قبل الميلاد و 1521 بعد الميلاد. وقالت وزيرة الثقافة السلفادورية بأن هذه القطع لا تقدر بثمن لهوية البلاد وتاريخها. نأخذكم الآن إلى البرازيل للاحتفال بعيد ميلاد سيمبا 14، حيث استمتع الأسد بأكل مكون من كرات اللحم والدجاج، وغنى الزوار النسخة البرازيلية من هابي بيرثدي تو يو. وبعد الاحتفال بعيد الميلاد، هذا جزء من برنامج يركز على رعاية الحيوانات وتلبية الاحتياجات السلوكية لكل نوع. وفقا لعلماء الأحياء في حديقة الحيوان، فإن المنبهات الناتجة عن هذا الإثراء البيئي تمنح الحيوانات الفرصة للتصرف على نحو مشابه لكيفية تصرفها في الطبيعة. وبعد التجديد الذي حصل في حديقة الحيوانات القديمة، تم منح سيمبا حاوية مصممة خصيصا له. نذهب معكم إلى الفلبين. لعقود من الزمان كان الفنان الفلبيني إليتو سيركا يسكب عرقه ودمه في لوحاته، أثارت الوسيلة التي يستخدمها بعض الدهشة. الفنان البالغ من العمر 52 سنة صرح أنه بسبب الظروف الناجمة عن نقص الموارد والفقر أجبرته على البدء في استخدام دمه كطلاء، ولم يكن لديه القدرة إلى الوصول إلى اللوازم المدرسية بما في ذلك المواد الفنية. سيركا يسحب دمه بشكل احترافي في المركز الصحي المحلي مرة كل 3 أشهر، عادة بزيادات قدرها 500 ملي،
ويحتفظ بالدم المسحوب في مبرد في الاستوديو الخاص به للمشاريع المستقبلية. وصرح سيركا أن الأمر يستغرق حوالي 15 ملي من دمه وخمس ساعات على الأقل لإنهاء اللوحة بالكامل. في بعض الأحيان يستخدم شعره الخاص على اللوحات من أجل الملمس. على الرغم من أن الدم ليس الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها سيركا للرسم، إلا أن لوحاته الدموية شخصية للغاية، وهي ليست معروضة للبيع لكنها معروضة للجمهور في معرضه الخاص في سان خوسيه حيث يقيم حاليا. أكبر لوحة دموية لسيركا حتى الآن هي لوحة جدارية تصور تاريخ بلدية بنتابانغ، والتي استغرق إكمالها أكثر من أسبوعين، ويهدف إلى رسم أكبر لوحة دم على الإطلاق على قماش من 100 متر على أمل تحقيق رقم قياسي عالمي جديد في عام 2023. فعلا الفنون جنون. أي والله الناس لها العجب فيما تحب وتشتهي. صحيح. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم واللي تناولنا فيها العديد من المواضيع. على أمل أن نلتقي فيكم إن شاء الله غدا، دمتم في أمان الله. الجميع ونحن أولهم. الأمن والمواطن، تشاهدونه في الأوقات التالية على تلفزيون دولة الكويت. ضيوف حلقة اليوم: المهندس يوسف عبد العال، مهندس البرنامج الإنشائي لحرم كلية العلوم بمدينة صباح السالم الجامعية. المهندسة فاطمة العيسى، مهندسة البرنامج الإنشائي لحرم كلية العلوم بمدينة صباح السالم الجامعية. هناء الجاسم، مصممة ومدربة لأعمال الورد. حياكم الله مشاهدينا في أولى فقراتنا الحوارية لهذا اليوم. وقد فاز حرم كلية العلوم في مدينة صباح السالم الجامعية بجائزة أفضل مشروع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا في البنية التحتية الاجتماعية. عبد الرحمن، جائزة كبيرة نواف، تستاهلون وتستاهل اليوم أن احنا نتكلم عنها. علشان كذي منحت هذه الجائزة لحرم كلية العلوم نظير عوامل عديدة، من أهمها ثراء تصميمه واللي يضم مجموعة من المرافق والمساحات اللي أكيد تعزز التواصل ما بين الطلبة وتبادل الأفكار وكلهم بيئة مناسبة يعني يعيشون فيها أجمل أوقات والذكريات. الله يهنيهم صراحة الجيل الحالي من الطلبة والطالبات. إحنا على أيامنا ما نبي نقول مناطق والتنقلات، لكن خلوني مشاهدينا ارحب بضيوفي الاعزاء واللي نورونا في الاستديو، المهندسه فاطمه العيسى. صباحك الله بالخير، حياك الله معانا، وايضا المهندس في يوسف عبد العال، نصبح عليكم بالخير، نرحب فيكم. يعني تحيه لكم وايضا لكل من قام بهذا المشروع الضخم، مبارك عليكم هذه الجائزه.
أكيد طبعا، وكلاكما يعني مهندسين في المشروع الإنشائي، عدل هذا المسمى ولا شنو أستاذ المسمى؟ البرنامج الإنشائي. البرنامج الإنشائي. الكويت. نعم، لجامعة الكويت، فقواكم الله، وبالفعل يعني نفتخر اليوم بكل جهود الشباب المهندسين في كل مشاريع الكويت، وخاصة إذا كان في صرح تعليمي كبير مثل جامعة الكويت. لكن في البداية أكيد المشاهدين اليوم يبغون يعرفون من المهندس يوسف نبذة عن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية. طبعا الحرم الرئيسي ينقسم إلى قسمين، عندك الحرم الرئيسي وعندك الحرم الطبي. فالحرم الرئيسي متكون من الكليات والمباني المساندة وعندك البنية التحتية. حلو. الكليات نقدر نبلش من كلية الهندسة، العلوم، العلوم الإدارية، العلوم الحياتية، التربية والآداب، وفي ثلاث كليات إن شاء الله راح نسلمها قريبا اللي هي الشريعة والعلوم الاجتماعية والحقوق. إنزين. التصميم شنو فيه بالضبط؟ خلينا نتكلم عن تفاصيله. تصميم كلية العلوم. إيه. التصميم عبارة عن عدة مكونات اللي تتمركز أساسا على المكتبة. فالمكتبة هي تعتبر نواة الكلية، تجمع بين كل المرافق اللي بينها، ومنها تشكل تصميم علمي غير تقليدي اللي يعبر عن الكلية نفسها. وايد حلو، جميل جدا. حتى يعني طريقة التصميم، الشكل المعماري، والمهندسة فاطمة حياك الله في هذا اللقاء، تسأل عن اللي يميز كلية العلوم في مدينة صباح السالم على الكليات اللي جوارها. يعني كل كلية لها شكل ونموذج، وأكيد في هدف من هذا النموذج. قبل بس باخذ وقت البرنامج دقائق، قبل اتكلم عن كليه العلوم بحد ذاتها وشنو يميزها، حابه اقدم شكر للفريق المنفذ لكليه العلوم، سواء كان من قبل المقاول ومستشار ومدير المشروع. يستاهلون. احنا كنا فريق واحد كلنا، وكان روح الفريق الواحد هي اساس اللي خلت نوصل لهذا المرحله من جميل. المشروع ونقدر نسلمه. بالاضافه الى ذلك، ما ابخص حق الكليه نفسهم في عمليه الانتقال من الخالديه لمدينه صباح السالم الشتاديه، لهم دور also كبير، فهذا هم من يشكرون فيه. يستاهلون. وشك كلمة شكر أخيرة يعني أقولها لمدير البرنامج الإنشائي اللي هو حد اللي هو أنا ذاك كان دكتور قتيبة رزوقي، ومساعد مدير البرنامج الإنشائي دكتور أنوار الإبراهيم. بدونهم ما قدرنا نعدي مرحلة التنفيذ ولا التشغيل ولا مرحلة الانتقال حتى. أنا عادة ترى نشكر في نهاية اللقاء. إيه بس هذه بالبداية لأن بخاطري أطلعها. خصيت الشكر بأول اللقاء. يستاهلون. وأكيد يعني. لأن لولاهم ما نقدر نتكلم عن هذا كل الإنجازات اللي إحنا بدينا صباح السالم الجامعية ككل. أكيد. نيجي الحين على كلية العلوم. كلية العلوم هي مثل ما تفضل في حرم رئيسي وحرم طبي، هي جزء من الحرم الرئيسي، وهي تعتبر أكبر كلية موجودة في الحرم الرئيسي، وهي كلية مركزية بس ما تخدم فقط طلبة كلية العلوم، لكن الكليات المجاورة من ناحية المواد المشتركة فيها. جميل. هي تتكون الكلية من حرم جنوبي وحرم شمالي، واللي يربط بين الحرم الجنوبي والشمالي هو مبنى أعضاء هيئة التدريس. المبنى مساحة البناء ككل للحرم الكامل شمالي جنوبي وأعضاء هيئة التدريس 375 ألف متر مربع. حق اللي ما شاف الكلية أو ما عنده تصور عن شنو 375 ألف، يعني بما يقارب تقريباً برج الحمراء مرتين، يعادل المدينة الكلية العلوم. هذه بس كلية العلوم. كلية العلوم بروحها. بروحها. اللي هي أكبر كلية. الضخامة هذه كلها بس كلية. شفت شلون؟ ما شاء الله. وبعد أشوف مع المشاهدين مهندسة صور حين على. هذه مدينة صباح السالم. هذا التصوير يبين ضخامة المشروع وحجم البناء وإيش كثر التخطيط مرتب ومهندس، ها مثل ما نقول بالكويتي. وإيش كثر المداخل في انسيابية اللي بالصورة الحين. إيه؟ هذا المرصد الفلكي، هذا المبنى الشمالي أول واحد. إيه؟ المستطيل. إيه؟ مبنى شمالي اللي مقابلة بالمبنى الجنوبي، واللي بينهم هذا اللي فيها الفابريك تنشن فابريك، هذه النادي أعضاء هيئة التدريس اللي يربطهم. وهذه المكتبة؟ لا، هذه كلية العلوم. هذه كلية العلوم. إيه؟ حلو. فتصاميم هندسية مختلفة، كل مبنى يعبر عن محتوى عدل او مستوحى، يعكس تخصص. وقاعد نلاحظ ايضا بالتصميم انه صديق للبيئه طبعا المبنى. أي. من كل النواحي. يس. ويعكس ايضا بيئه المكان. استغلوا الاسطح، سووها مساحات خضراء. الري، اسلوب الري اللي مستخدمين الري بالتنقيط. استخدموا المياه الجوفيه، المياه المعالجه. أي. ففي اكثر من بايت اخذ بعين الاعتبار. صحيح. استدامه المباني فيها. نعم، ولا ننسى عمليه دخول الاناره، ها بالنهار الى الفصول الدراسيه. أي. والى مبنى كذلك اعضاء هيئه التدريس من اناره طبيعيه. هم كلهم اناره طبيعيه. الاناره طبيعيه، الكيرتن وولز او الواجهات الزجاجيه، تعزز من ان تسمح بدخول الضوء. أي. اللي تعزز اضاءه المبنى، اللي يساهم في تعزيزه من يعني في طاقه، في طاقه، يعني الاضاءه الموجوده بمبنى بلس الخارجيه. هي كرييتس الانفايرمنت اللي تكون في اضاءه. مستعملين طاقه بديله في المبنى، في سولار بانلز اللي جزء من المبنى.
جميل. المهندس يوسف، تعتبر المنشآت التعليمية الحديثة عنصر من عناصر تطوير المجتمعات، فبالتأكيد حرصتوا على هذه الجزئية ولذلك أنتم أيضا فزتم في هذه الجائزة. نعم، فجائزة مشروع العلوم اللي أخذتها هي أفضل مشروع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأفضل مشروع من ناحية البنية التحتية الاجتماعية، وهذا تمركز فيه بالضبط الكلية بخلق المساحات المتعددة اللي تعزز التواصل بين الطلبة وأضاحية التدريس والموظفين. جميل. ومنها أن ركز المبنى على المساحات هذه بطريقة اللي تتوفر فيها أثاث مصمم بطريقة وايد مناسبة لخلق بيئة دراسية لكل الطلبة. يعني قبل كان مثلا صار عندك جاب بين محاضرتين ساعتين ثلاث تتوهق صراحة أيام الكليات القديمة. الحين يمكن لو يصير عندك جاب ست ساعات سبع ساعات عادي. عادي تفتح. كل شيء موجود. في قهوة، في مطاعم. تبي تسوي رياضة بيشي وغيره. وذاك اليوم يبي لهم ملعب بادل كأنها. يعني كل أنواع الترفيه وشغل وقت الطالب أثناء الجامعة اللي يدش الجامعة ما وده يطلع منها، وهذه البيئة الدراسية المناسبة. يعني إحنا قاعد نشوف هذه النماذج في جامعات برا الكويت، فكل ما نروح جامعة برا الكويت نقول يا ريت عندنا بالكويت كذي، لا بالكويت عندنا وأحسن وأجمل بجهود المهندسين اللي صمموها وخلوها مطابقة لبيئة الشاب الكويتي أو بيئة الطالب بشكل عام اللي يدرس داخل الجامعة. في إنجازات هندسية عندكم بالمبنى بالتصميم نفسه، ودنا نتكلم عنها بتفاصيل أكثر. أوكي، لما نتكلم إحنا قاعد نتكلم فقط عن كلية العلوم. كلية العلوم الإنجازات الهندسية تخدم الأقسام العلمية اللي فيها. فمثلا قسم الفيزياء المرصد الفلكي يعتبر إنجاز مركزي، مختبر النانوسكوبي يعتبر إنجاز هندسي. القسم العلوم البيولوجية باختلاف الأقسام اللي فيه سواء كان علم النباتات أو علم الحيوانات أو المايكرو بيولوجي لهم مختبرات خاصة تعتبر الأولى من نوعها في مدينة صباح السالم الجامعية. أيوة. بكلية العلوم خاصة تعتبر هذه تعزز النقلة تعزز النقلة التعليمية في إن طبعاً تخصصات جديدة إذا كان يوتيلايز اللابات بصورة أفضل. أيوة. بفاسيلتيز ما كانت موجودة من أول في الكلية العلوم نفسها. بالإضافة لذلك قسم الكيمياء المختبرات المواد والبناء والمواد سوري والبترول والبيئة. فهذه المختبرات اللي موجودة مستثناء عن الباجي وبس موجودة في مدينة صباح السالم الجامعية، وتش تعتبر إضافة جميلة. بالمقابل إلى ذلك اللابات الاعتيادية والمختبرات الاعتيادية والقاعات الدراسية تم تزويدهم بلوحات أنظمة سمعية وبصرية تتواكب احتياجات الحالية، مثل أن أقدر أسجل المحاضرة وأطرشها لايف، تواصل مباشر مع الجمهور. جميل. سمارت سكرين سيستمز، الشاشات الذكية. فتواكب الاحتياجات الفعلية اللي موجودة اللي نحتاجها الحين في الوقت الحالي. في كلية العلوم الكليات العلمية العلمية بحتة بتخصصات علمية، تحتاج بعض الاحتياجات اللي في المحاضرات وغيرها من تطبيقات وقاعات خاصة ممكن تختلف عن الكليات الثانية. أيضا هذا في عين الاعتبار في التصميم، سواء قاعات أو حتى أجهزة يحتاجها الطالب أو حتى يعني الدكتور للمادة. يعني أهم العناصر اللي تفرق القاعات الدراسية عن الكليات الثانية هي استعمال البث المباشر للقاعات هذه والتسجيل، وبالتالي نقدر يعني أي أحد من برا الكويت يقدر يدش على المحاضرة ويشوف ويتعلم بنفس الوقت. وغير المعدات الوايد متخصصة مع كل مختبر، يعني عندك معدات أول مرة توجد في كلية العلوم. حلو. اللي تعتبر من وايد معقدة من ناحية اللي بطريقة تقدر توفر فيها كل احتياجات الطلبة عشان الدكتور يشرح على راحته ويكون عنده كل المواد، مو بس يعني بس كلام، يعني لا يطبق ويقدر يعني يوفر للطالب شرح متكامل. وهذه اللقطات ايضا عندنا مهندسه كاميرا صباح الخير موجوده. هذه الكافتيريا. هذه الكافتيريا وهذه احد الفصول الدراسيه. الكمبيوتر لابس اللي تصير. خلينا نعلق دكتوره مهندسه على ان شاء الله. يعني شفت قاعد قاطره قد دكتوره. خلينا نعلق مهندسه على هذا الفصول، وكل فصل شنو فيه؟ هذه الفصول الدراسيه اللي مرينا عليها، الفصول الدراسيه تختلف من بعضها البعض، في ساعات مختلفه 30 40 80. نوعيه الاثاث المتواجد فيها يختلف، في الكراسي اللي تتحرك، في الفيكس سيتنج على حسب، في كذلك اللكتشر هوز اللي عندنا نوعيه الكراسي فيها هم تختلف، فكل قاعه لها ثيم معين او ممكن طريقة استخدام معينة. حتى المختبرات ألاحظ يعني إذا مختبرات لها اختلاف عن المختبرات السابقة في الكليات القديمة. في مختبرات اعتيادية فيها اللي هي الأساسية اللي هي مثل فيزياء واحد كيمياء واحد، هذه الأساسية ما تغير. في مختبرات اللي فيها يستخدمونها أعضاء هيئة التدريس اللي هي تعتبر مختبرات الأبحاث. جميل. عددها 240 مختبر عندنا في حرم كلية العلوم.
تخدم أعضاء هيئة التدريس من ناحية المعدات اللي فيها. جميل. فكل مختبر على حسب التخصص، الجيولوجيا، الكيمياء، الفيزياء، علوم البيولوجية كذلك، فكل واحد على حسب هو شنو يحتاج بناء على احتياجات الكلية تم تصميمها. نعم. وأخذ بعين الاعتبارات الاشياء اللي مو موجودة، كل شيء يعني بعين الاعتبار الاشياء مو موجودة بالخالدية كل شيء يعني جبتوا من برا، وكل شيء حرصتوا على انه يكون موجود. تذكر قبل ترى قديم يعني قبل لا تقول على الهواء، ترى شايف داتا شو اذا بنعرض شيء على بالصف تذكر هذا الجهاز تبطل شيء، ايوه بيلي. ولازم كهرباء ولازم توصيل شبيبه ورقه هذه بالضبط وتحركها ما عاد فيه يعني هذا قبل ما ادري اذا المشاهدين يعرفون بعضهم، لكن اليوم حتى القاعه اذا ما حضرت تتسجل، واعتقد ترفع يقدر يرفع حد ايه. اتوقع ايضا عبد الرحمن ان الجيل الطلبه الحاليين اللي التحقوا في الكليه حاليا تفكيريا وتخصصا وغيره يختلف عن اي جيل سابق او يعني اجيال اخرى، لوجود كل ما يحتاجه هذا الطالب بالضبط في هذه الكليه. تعليقك مهندس يوسف عن الطالب والطالبه في هذه الكليه تحديدا العلوم اللي هي فازت في هذه الجائزه، بان كل شيء متكامل في هذا الصرح وهذه الكليه. من اهم شيء من ناحيه التكامل هو وجود انظمه التحكم الرئيسيه بالمبنى، وهل الانظمه تتحكم بكل النواحي الالكترومكانيكيه بالمبنى من ناحيه التكييف، درجات الحراره، ومن ناحيه الاضاءه، عمليات الدخول والخروج، المراقبه، حتى مكافحه الحريق. جميل. ومنها يخلي المبنى يشتغل من نفسه بكفاءه وايد عاليه وبطريقه توفر للطاقه بنفس الوقت. يا سلام. وبشكل عام يعني المبنى وايد موفر المساحات المناسبه لهذه الاغراض. اي اكيد طبعا. ويعني احنا وصلنا معهم لختام هذا اللقاء، لكن قبل ان نختم اللقاء انا يعني ودي اسالكم سؤال يعني من ناحيه وطنيه، ايش كثر يعني هذا الانجاز اليوم بفوز هذه الجامعه ومشاركتك كمهندسه اليوم كويتيه وكذلك مهندس اليوم في هذا المشروع وفوزكم بهذا الانجاز، كثر يعني لكم من ناحيه وطنيه المساهمه في مثل هذه الانجازات؟ اولا مدينه صباح السالم الجامعيه هي ليست مدينه، هو صرح تعليمي كامل متكامل مميز بحد ذاته في مشروع في دوله الكويت، وكوني كجزء منه انا بالنسبه لي يعتبر انجاز على الصعيد الشخصي وفخر على الصعيد الوطني. جميل. أن أكون جزء فيه وأكون أعتبر نفسي حظيظة، تعاملت مع إدارات مختلفة بجامعة الكويت لهم كل شكر وتقدير كذلك في جهودهم. فالاختلاف بالتعامل مع الإدارات والاختلاف التعامل مع الجهات الحكومية عززت أو صار عندنا بعد نظر في شلون نأخذ الأمور أو شلون نفكر، طريقة التفكير اختلفت بين أشتغل في مكان محدد. فهذه كمهندس كويتي تعتبر فرصة استثنائية بطريقة التعامل مع الجهات الحكومية مثل ما أنا قلت مساء، والopportunity إن سمحت حق المهندس إنه يتعامل أو يشوف أو يستكشف أو يتعامل مع حتى مكاتب عالمية. جميل. فهذه فرصة يعني هذه مو الجائزة الأولى، هذه أيضا الأولى وإن شاء الله تلحقها جوائز أخرى إن شاء الله. مهندس يوسف أكيد في يعني حرص على المشاركة في مثل هذه المشاريع لإيصال هذه النماذج الناجحة معماريا وهندسيا للعالم. عندنا بعد اهم شيء من النواحي اللي نقدر نركز فيها بالبرنامج الانشائي اللي هو نشر التوعيه عن هذه المواضيع، فيتي لنا شركات عالميه من داخل وخارج الكويت عشان بس تشوف طريقه تطبيق المشروع، تطبيق الاثاث، تطبيق المعدات شلون تصير. وبالنسبه لي هذه من اكبر الخبرات لاي مهندس يقدر يحصلها خلال المشروع هذا. اكيد طبعا قواكم الله. انا بنشكر على اخر شيء على السريع كذي منو حابه تشكرين من زملائك واكيد غير اللي قلتي والله شهادتي مجروحه بالكل والنعم في جميع طاقم العمل المهندسين المهندسات اللي اشتغلنا معهم في البرنامج الانشائي لهم كل شكر وتقدير صراحه يعني. اكيد طبعا منو حابه تشكر؟ انا اشكر طبعا فريق مهندس ضار على التاثيث وفي التصميم الداخلي عندنا، واشكر جميع الفريق ايضا. قواكم الله واكيد. واحنا كذلك ودنا ان كل الطلبه اليوم يستمتعون بمثل هذا الصرح التعليمي اللي تم بناءه وتخطيطه بجهود شبابيه كويتيه واكيد بمساعده الخبرات العالميه، فلهم كل الشكر والتقدير والامتنان على كل ما يقومون به ويبذلونه من وقت ومجهود لراحه الطلبه ولتعليم جيد ولرفع مستوى التعليم بشكل عام في الكويت وخاصه في صرح ومدينه صباح السالم الجامعي. هنيئا للطلبة والطالبات في هذه الكلية والكليات المجاورة، ونشكر ضيوفنا الكرام اللي تميزوا وحصلوا على هذه الجائزة، المهندسة فاطمة العيسى مهندسة البرنامج الإنشائي لحرم كلية العلوم بمدينة صباح السالم الجامعية، والمهندس يوسف عبد العال مهندس البرنامج الإنشائي لحرم كلية العلوم بمدينة صباح السالم الجامعية. عبد الرحمن عنده سالفة بيقولها لكم، شو تقول لهم؟ نعم، سالفتنا القادمة بتكون عن النجاح، وهو عبارة عن سلسلة ومحطات ممكن تكون صعبة ومؤلمة بعض الأحيان، لكن عشان ننجح أكيد لازم نثابر ونصر على هذا النجاح. فقرتنا القادمة مع رقية الشيخ مدربة في تطوير الذات.
دائما اسعى لتحقيق أحلامك. الحياة لا تكون ذات مغزى دون أن يكون هناك هدف. دائما دون أهدافك وارسم خطة نجاحك واسعى لتحقيقها. الحياة لا تكون سهلة أحيانا وتكون صعبة في الأحيان الأخرى، ولكن مع المثابرة سوف تبتسم لك الحياة. مع الإصرار سوف تحقق كل ما تراه مستحيلا. اقرأ، اكتب، تطلع إلى الثقافة، ساهم في تطوير ذاتك ومجتمعك. صباح الخير، موضوعنا اليوم هو المحيط السام. شنو هو المحيط السام؟ أكيد مارين عليكم أشخاص وظيفتهم الأساسية هو الانتقاد، أو أنه دائما يبون ينتقصون من قدركم، أو دائما يحسسونكم في أنكم في مستوى وظيفي مهني تعليمي اجتماعي أقل منهم، عشان بس يشبعون هذا النقص اللي داخلهم. وأحيانا هذه العلاقات تكون مقربة جدا، منها ممكن تكون علاقة زواج، ممكن تكون علاقة أهل، ممكن تكون علاقة أصدقاء مقربة جدا. لذلك أمر جدا صعب في أنك تواجه مثل هذه العلاقات. أصلا ما تقدر أنك ترتفع في وعيك أو ترتفع في علاقاتك أو ترتفع في مهنيتك أو تحقيق أهدافك إذا كانت عندك مثل هذه العلاقات، لأن أنت ما تقدر تشاركهم ولا تقدر أصلا أنك تتناقش معاهم، لأنهم دائما في حالة هجوم، دائما يبون يحسسونك في أنك أقل منهم، دائما يحسسونك بأنك غير قادر على تحقيق أحلامك أو مهامك أو إنجازاتك. لذلك هذه العلاقات علاقات مرضية تسمم الإنسان وتسمم تفكيره، وفي ناس فعلا تتأثر في مثل هذه العلاقات، وأحيانا في ناس تكون غير قادرة على أنها تحقق أحلامها وطموحها لأنها في بحياتها مثل هذه العلاقات. فلذلك لازم الإنسان يكون عنده وعي في البداية في أنه يعلم بأن في حياته مثل هذه العلاقات، سواء كان زوج أو سواء كان أخ أو سواء كان صديق. لازم يكون على وعي تام في أن هذا الصديق أو هذا الزوج أو هذه الأخت أو هذا الأخو قاعد ينتقص من قدره، اللي هو قاعد يقوله هو مو صحيح، هو هذا مجرد وجهة نظر اللي غالباً تكون خاطئة وغالباً تكون مبنية على مستوى نقص نفسي واجتماعي ومهني. فبالتالي لما الإنسان يشعر في هذا النقص، فشلون يغذي هذا النقص؟ بالانتقاص من غيره. يغذي هذا النقص بأنه يطيح من قدر غيره، أو أنه ينزل من قدر غيره، أو أنه يشعر الآخر في أنك أنت في مستوى وعي جدا نازل، أو أنك غير قادر على تحقيق طموحك وإنجازاتك. وأيضا هذا الشخص هو نفسه اللي إذا شاف شخص ناجح يشعر بالاهتزاز لأنه في مستوى نفسي غير متوازن. لذلك في نهاية حديثي حابة أقول نصيحة جدا مهمة. إذا كنت تشعر في أن في حياتك مثل هذول الأشخاص اللي نمط حياتهم مبني على الانتقاص من غيرهم، ودائما العلاقة معاهم تكون مسمومة، أو إذا تشاركت معاهم فكرة هذه الفكرة تصير مسمومة أصلا، وتشعر بأنك غير قادر على تحقيق أي إنجاز أو أي مهام مع هذول الأشخاص، فتخلص من علاقاتك. أو إذا كانت العلاقة جدا مقربة لازم تحط درع واقعي تلبسه تجاه هذه الكلمات اللي تكون للأمانة هي غالبا غير صحيحة، مبنية على توقعات الغير وعلى وجهة نظرهم في هذه الحياة، وأحيانا تكون مبنية على فكرة ما هي صحيحة. لذلك هذه العلاقات يجب أن تبتر لأنها تأثر على الإنسان وتأثر على تفكيره وطموحه. ركز على نفسك وركز على أهدافك وطموحك، ولا تلتفت لكلام غيرك مهما كان جارح ومهما كان سلبي. أخذ الكلام الزين اللي ممكن يبني لك أهداف وطموح، واترك عنك الكلام اللي ممكن يهدم طموحك وأهدافك. تصميم وتنسيق الورد يعتبر فن يعبر عن إبداع وشخصية المنسق، وأي شخص يفكر في أن يحترف أو يتعلم مهارة جديدة في تنسيق الورد راح يفكر في دورات يتعلم منها خطوات وقواعد التنسيق. يا افتخار،
فعلا يا نواف، وكثير ما تغنوا في الورد، ولكن إضافة إلى احتياج منسق الورد إلى الممارسة يحتاج إلى مصدر للمعلومات يرد له. راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة هناء الجاسم، مصممة ومدربة لأعمال الورد. يا صباح الخير. يا صباح الورد. يا صباح الورد، أهلا وسهلا فيكم. صبحك الله بالخير. صبحك الله. أنا أشوف اللي ينسق الورد مثل الرسام والفنان اللي يرسم على لوحة. نعم. لأن بالنهاية راح يطلع بألوان وبشكل معين يرضي ذائقة المستخدم أو يعني المستهلك فأيا كان هو. فإلى أي مدى تحرص يعني ضيفتنا على هذا التنسيق وعلى هذا الشكل والألوان اللي تناسب الأذواق؟ لأن أيضا الأذواق مختلفة وأنت شابها التبارت يعني مثل ما يقولون. نعم. طبعا بالنسبة حق التصاميم، يعني لما أنت مثلا تبي تصمم ورد لازم تعرف شنو تبي بالضبط. ما يصير كذي، يعني لازم تعرف المكان وين بتحطه والألوان وكل شيء من الألف للياء علشان تتميز في شكل معين اللي أنت حاب تشوفه. يعني على حسب المكان، كبير أم صغير، مرتفع أم منخفض، يعني للمساحات والمقاسات. إيه كديكور يكمل الديكور. جميل. ديكور بدون ورد أحسه ناقص وايد، يعني طبيعي. يعني ما يأخذ يعني حيز الطبيعي. أكيد أستاذ هناء، مشاهدينا يمكن في البداية تكلمنا أن الورد عبارة عن هواية، والهواية هذه تحتاج إلى ممارسة، ولكن الممارسة أيضا تحتاج إلى مصدر، وقد يكون هذا المصدر كتاب. لذلك أستاذ هناء كلمينا عن هذا الكتاب وشون واحد يستفيد منه، خصوصا اليوم صارت أغلب المشاريع الصغيرة يعني من ضمنها تنسيق الورد. أي نعم. طبعا هذا مشروعي ابتديت فيه من البداية، يعني ما كنت حاطة ببالي، يعني بس في عندي فكرة أن أبي كتب ورد. نعم. بحث قبل هذا ما لقيت مصادر. نعم مصادر. مصادر أبي. نعم. مصادر غير اليوتيوب، غير أن أخذ دورات وكذي. يعني إحنا دائما الكتب ننتقيها ونأخذ منها الأشياء المفيدة لنا، فما حصلت هذه الكتب. يمكن برا حصلتها، داخل يعني نادر. داخل الكويت ما في، نادر. يمكن فيه وأنا ما أدري. فيت الفكرة من هذا المنطلق. طبعا شغلي من البداية من الألف للياء، فشغل حلو ومعتزة فيه في كل باقة طلعت مني. يعني فقلت ليش ما أنا يعني أحط صور خاصة، يعني مو عامة. أي صور خاصة، كلها خاصة في تصاميمي. كلها تصاميمي. جميل. أي هدايا ودزات وكل شيء. يعني أنا قاعد أشوف كأنه كتالوج. تعودنا نشوف كتالوج الفساتين مثلا، كتالوج السيارات، كتالوج يعني لأي يعني نشاط أو غيره. نعم. لكن كتالوج ورد وتصاميم ورد فموجوده في هذا الكتاب، اتوقع افتخار. عندك شيء بتقولين عنه؟ والله التصاميم جميله، يعني لفت انتباهي، يعني على شكل خاتم. يعني مو دائم الهديه تهدى ان بوكيه ولا بازه. قاعد اشوف شكل خاتم. يعني مثل هذه الافكار، يعني انت تقول كان عندك نيه انك تسوي. والله اي يعني مسبقا، يوم طبعا الواحد لما يوصل في عمر معين ودي يسوي مشاريع، وكل يشوف مشروع ناجح يقول بسوي مثله. نعم. لكن فعلا المشاريع الجميله اللي الواحد يحس فيها بابداع هو مشاريع محلات الورود مثلا. نعم. الى اي مدى خدمك هذا الكتاب في الانتشار، في انه والله يكون مثلا مغير لكثير من افكار اصحاب الورود؟ طبعا عدم وجود الكتب هذا في معرض الكتاب، الكل مستغرب، في كتاب عن الورد؟ معقوله في كتاب عن الورد؟ شنو في، شنو محتوى؟ يعني محتوى يمكن نقول انه شيء بسيط، لكن انجاز، باعتبار انه انجاز، انجاز من قبلي انا. وفي اشياء انه يعني انه ممكن تتعلم منه. جميل. انه في ورشه كامله ودوره كامله تعرف شنو، شلون تنتقي الورد، شلون تستخدم الادوات، شلون من كل شيء، من كل نقطه. يعني حتى يعني حتى في اقامه دورات، يعني لازم هذا الانسان، اي احد، يعني مثل انت لما مثل عندك هدف تبي تعرف، لازم تعرف من الالف للياء شلون انا اسوي، من وين اشتري، شلون انتقي، شلون اهتم فيه. نعم. اي ويقعد معي وقت اطول. يعني استاذ هناء، يعني هذا كتاب ورده استثنائيه بلا شك، وهو حصيله صعوبات. نعم. حصيله تجارب. نعم. ودونتيها كلها في هذا الكتاب. نعم. اكثر شيء او اكثر صعوبه واجهتيها في الحفاظ على عمر الورد. احنا كنا نعرف مشاهدنا الورد عمره قصير، ونسمع دائم حطي بنادولة أو حطي نقطة كلوركس. أنا بعد سمعت مع البنادول عشان البكتيريا ما تنمو. فأشياء
يتداولونها الناس ونجربها، لكن كتاب وفي محتوى وفي معلومات قيمة، شنو الصعوبات اللي واجهتيها وكلها دونتيها في هذا الكتيب؟ الصعوبات أولا الوقت، هذه يعني نوع من الصعوبات عندي. الورد مو أي ورد أحطه، يعني مثلا عندي فازات سويتها يعني يمكن ما يعني ما يريحتني، يعني نتاجها يعني مو بروفيشنال طلعت. فمنها تعلمت أن الورد أنه لازم أسوي كذي، يعني بالتجارب بالخبرة يطلع معاك. فلما حطيتها يعني هذا الشيء اللي يعني بيرفكت 100%، يعني مجرد أني أسوي خاتم بالورد مو أي ورد يناسبه. نعم. في نوع ورد معين. أي نعم. أو سوار بالورد مو أي ورد يناسبه. يعني. نتكلم يعني عن ورد طبيعي طبعا. الطبيعي أنا كله. ما في ورد صناعي. في صناعي. بس فيه. أنا الحين حاليا بس يعني الطبيعي. علما بأن الطبيعي يعني أيضا ممكن بعض المعاناة في مسألة إنه والله الذبول، في مسألة. أي عمر الشكل. طبعا هذا شيء وارد، يعني كل شيء له عمر معين. بس ان مجرد ان انت يعني تهتم فيه، مثلا تنظيف الفازات، تحط الحين بعد يعني انا جربت السكر، حطيت السكر يعطي، وفي فيتامينات الحين نازله جديده نحط مع الورد يعطي عمر اطول، يعطي عمر اطول على الاقل، يعني معك 15 يوم تقريبا. هذا عفوا مقاطعه افتخار، هذا الخبره اللي كسبتها ضيفتنا الكريمه اكيد بناء عليه تعطين دورات. اي نعم. يعني انا لما اعرف دوره معناته في محاضره وفي بروجيكتور وفي كذا، لكن المساله مو بهالطريقه. لا المساله اكيد عندك مختلفه. اي طبعا انا ما استخدم البروجيكتور، استخدامي بس في ادوات اللي راح استغلها او يعني استخدمها في الدوره. لازم المتلقي اللي ماخذ الدوره ودافع فلوس ويبي يعني يطلع بشيء يعني يرتاح منه، لازم يعرف الاشياء الضروريه اللي تناسبه علشان يتهيئه لتصميم الورد. منو الشريحه المستهدفه لك في هذه الدورات؟ يعني هل مثلا تجار لو بيفتح مثلا محل ورد، او هل اللي عندهم افراح وتنظيم وكذا وتنسيق؟ والله الكل، يعني انا حتى بنات صغار ودهم يتعلمون الورد وفتحوا بزنسات ما شاء الله عليهم من خلال دورات. وهذا شيء انا اتخر فيه صراحه. اي والله يعني يثلج الصدر ان هم يعني مثل يتخذوني قدوه، ان انت يعني بدلشتي وما ابخل عليهم في اي شيء اي معلومه. يعني انا عن نفسي لما اخذت الدورات ما حد قال لي والله روح اشتري من هني ولا هذا. فليش انا يعني سهلت عليهم، اسهل عليهم. صحيح. يعني مثل انا احس ان هذا دوري لهم، يعني إن ليش سميتها دوره؟ دوره كامله متكامله، مو بس تنسيق اي نسقه وخلاص، لا. لازم يعرفون مبادئ، لازم ضروريه المبادئ يعني. وهذا دائما يقول القاده او اول مبتدئ في البدايات هو اللي يعبد الطريق حق اللي بعده عشان يكون الطريق اسهل. اليوم لو بتكلم عن بيئتنا الكويتيه، يمكن تقول من الفئه المستهدفه بالضبط. اتوقع المجتمع الكويتي ما شاء الله مناسباتنا كثيره، زواج على استقبال على تخرج، كثير من المناسبات اللي عندنا. انا بتكلم كونه بيئتنا الكويتيه، احنا نسمع عن الزهور الهولنديه، لكن اكثر انواع الزهور استخداما عندنا بالكويت. والله الزهور الهولنديه عندك، من اثيوبيا بعد وايد يعني، وفي بعد من امريكا كوادور. كوادور هذا وايد يبون منها. وايد دول والله، بس اللي يعني ماشي اكثر شيء الجوري، اللي طلب اكثر انواع الزهور يعني. الجوري والاوركيد والبيبي روز والكازابلانكا. نعم. وايد مرغوب. نعم. نواف، يمكن ازمه كوفيد 19 تركت ذكرى حلوه عندنا كلنا. نعم. اتجهنا حق الزرع والورد في هذه الازمه. لا وحتى الورد يعني شفت الفازه موجوده والاوركيد اكثر شيء مثل ما تفضلتي، او الكازابلانكا موجوده. العلاقه ما بين المشاعر والاحاسيس زين والورد مع الورد هذه علاقه خاصه. عشان كذي بنسأل يعني أيضا عن هذا الموضوع، إذا كان في بداياتك في الموضوع في المشروع، هل هناك فعلا يعني إحساس مع هذا النبات وهو الورد، خاصة أنه يحمل ألوان قد تكون مريحة قد تكون مزعجة قد تكون يعني بشعور آخر؟ أي طبعا أنا أهم شيء عندي المشاعر، أنا شنو شعوري يعني في تجاه هالشيء يعني بالضبط. يعني كوني أن أنا لما أنسق أو أصمم شيء يعني فازة
يعني مو حقي، اولا حقي بعد بس حق مثلا افتخار مثلا اذا طلبت لازم اعرف مشاعرها شنو تبي الظرف اللي هي يعني ايه شنو اللي يرد روحها الورد يرد الروح يعني انا صارت معاي شغله واحده من صديقاتي كانت مريضه يعني كانت متضايقه وكذي لما شافت باقه الورد اللون الفوشيا يعني حسيت بانشراح صدرها شيء مو طبيعي قلت له لو ادري كذي كان جايبت لك افرش لك الدار كلها ورد المهم بس ان انت تحسين براحه والانشراح جميل يعني لذلك يمكن اكثر اي اكثر شيء يهدى يمكن في زياره المريض في المستشفيات هو الورد طبعا يعني هو سيد الاهداءات في في المستشفيات اتسال قبل اختم ايضا مع ضيفتنا الكريمه اللي نورتنا في هذا اللقاء في مشاريع انطلقت سيارات متنقله للورد للوصول للزبون او المستهلك مباشره وين ما كان هل هذا سهل عمليه انتشار مثل هذه التجاره اكثر اي طبعا يعني لها دور في هالشيء يعني اذا كثره الزباين والطلبات يعني وصلنا الى يعني ما شاء الله الى الدزات وهالامور هذه كلها ان شاء الله فيعني شوي شوي بالتدريج ما شاء الله الواحد يوصل اللي هو يبي ما دام انه في شغف صح في دراسه في بحث في تجارب في كل شيء ممكن انه يوصل اي نعم جميل كل الشكر ضيفتنا الكريمه الاستاذه هناء الجاسم المصممه المدربه لاعمال الورد والورد يكتمل لكن مع افتخار شكرا نواف واكيد لكل مناسبه لون معين ولون ورد معين ننتقل من الورد إلى حياة هادئة منو فينا ما يسعى إلى حياة هادئة وسعيدة ويحب نكون متصالح مع نفسه ومع حتى المحيط الخارجي اللي يحيط فيه في فقرتنا القادمة نية مع جنى القناعي راح نتعرف أكثر عن السلام الداخلي نشوف معكم صبحكم الله بالخير نية اليوم أنوي السلام الداخلي لي ولعائلتي ولمحيطي وبلدي وعالمي يا جماعة شنو السلام الداخلي حلو من صباح الله خير أقعد وأقول أنا اليوم بعيش السلام الداخلي السلام الداخلي إن أنا أوقف أني ألوم نفسي عن كل شيء قاعدة أسويه في حياتي ألوم عائلتي ألوم ديرتي ألوم محيطي ليش صار كذي ليش أنا رحت هالتخصص ليش أهلي ودوني هذا المكان؟ ليش أنا سويت هالشي في عمري؟ لا يا جماعة خليكم مسالمين مع روحكم ترى نفسكم لها حق عليكم لا تذبحونها باللوم لا تذبحونها بالأشياء السلبية اللي ليش أنا سويتها بالعكس إحنا عايشين في دنيا يعني من أجمل الأشياء اللي فيها السلام إحنا عايشين في أرض خلقت للسلام فتمنوا السلام لكم أول شيء داخلكم علشان تقدرون تنشرونه حق محيطكم وعائلتكم وديرتكم ودائما لا تنسون أنا إذا بكون مسالمة أسامح تدرون ليش تسامحون؟ ما تسامحون علشان الناس اللي بتسامحونها تسامحون لأن أنتوا تستحقون هذا السلام هذا السلام اللي هو مثل مناعة لنا من الأمراض النفسية الأمراض الجسدية فيا جماعة من صباح الله خير أقوم أشرب قهوتي وأقول يا رب أنا اليوم ببلش يومي بالسلام الداخلي مع نفسي ومع أي شخص راح أقابله وأنشره في عائلتي في محيطي والله ينشر إن شاء الله بدربكم كل السلام ومثل ما قلت لكم إحنا في أرض خلقت للسلام وشكراً متابعيني على تفاعلكم وأشوفكم إن شاء الله في نية جديدة شكرا قطر وترى الشعور اعمق شكرا قطر وترى الكلام ابلغ في هذا الحدث الاميز عالميا شفنا متعة الابداع
وعشنا الأجواء الاحترافية واكتملت أركان النجاح بالتنظيم الأجمل على الإطلاق. وما كفاكم، ما كفاكم، الغاية كانت أشمل وكان الهدف أسمى. قدمتونا للمشهد العالمي بس بشكلنا، بروحنا، بديننا وقيمنا. قدمتونا للمشهد العالمي بعاداتنا وإرثنا، بتراثنا وحاضرنا، بعمقنا وبساطتنا، وبلا أدنى تنازل عن هويتنا. اليوم ومن خلالكم شافونا العالم بصورتنا الحقيقية. أسعد الله صباحكم بكل خير. وصلنا إلى فقرة البعض يمكن يظن أنها انتهت، ولكن إحنا وصلنا إلى الأشواط الإضافية، قاعد نلعب بالأوقات الإضافية، وراح نتكلم عن بعض الإحصائيات اللي تكلمت فيها الفيفا، وأيضا عن بعض ردود أفعال الإعلاميين واللاعبين السابقين عن بطولة كأس العالم. أسدل الستار على النسخة 22 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر خلال فترة من 20 نوفمبر الماضي وحتى 18 ديسمبر الجاري، وتوج منتخب الأرجنتين بالمونديال للمرة الثالثة بتاريخه بعد نسختي 78 و 1986 بعد فوزها 4-2 على منتخب فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية للمسابقة بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي ثم 3-3 في الوقت الإضافي. وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس الأثنين أن المنتخب الأرجنتيني رفع كأس العالم أخيرا بعد غياب 36 عاما على ملعب لوسيل المبهج أمام 88,966، وهذا رقم مساوي لرقم مباراة المكسيك، ليكتب كلمة النهاية على بطولة ملحمية غير مسبوقة ستظل خالدة في أذهان وقلوب محبين الساحرة المستديرة في العالم. وركزت الفيفا على أن المونديال 2022 الذي تم للمرة الأولى في الوطن العربي، للمرة الأولى في الميدل إيست، تميز بوفرة الأهداف والمفاجآت والدراما والعروض التي غيرت الإرث القديم. فقد أشارت الفيفا إلى أن المباراة النهائية بين حاملة اللقب فرنسا والأرجنتين كانت ملهمة، التي حضرتها جماهير كبيرة من المتحمسين. كانت مواجهة بين نجمين البطولة كيليان مبابي وليونيل ميسي، ولعب ميسي دور البطولة في إهداء اللقب لمنتخب بلاده بعدما أسهم بعشرة أهداف من أجمالي 15 هدف للمنتخب الأرجنتيني طوال مشواره بهذه النسخة، بواقع 7 أهداف وقيامه بثلاث تمريرات حاسمة لزملائه، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن جدارة واستحقاق، ويصبح أول لاعب ينال جائزة الكرة الذهبية لمرتين في بطولة كأس العالم التي بدأت في الظهور منذ نسخة 1982 بعدما سبق أن حصل عليها في مونديال 2014 بالبرازيل. وأنهى منتخب الأرجنتيني ثاني أكبر فترة صيام عن التتويج بكأس العالم من جديد بعد إيطاليا التي احتاجت إلى 44 عاما بين عامي 1938 و 1982 للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج بالمونديال. وألقى فيفا الضوء على 10 أرقام فريدة من تلك النسخة، وهي رفع ميسي قائد منتخب الأرجنتين كأس العالم لأول مرة في مسيرته الكروية بعد أن حقق رقما قياسيا في عدد مشاركاته في مباريات المونديال 26 مباراة طوال مسيرته في البطولة التي بدأت من 2006، أي 5 بطولات، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة. أصبح مبابي ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يحرز ثلاثية في المباراة النهائية بعد الإنجليزي جيف هيرست في مرمى ألمانيا الغربية بنهاية نسخة عام 1966، علما بأنه أحرز ركلة ترجيح بأعصاب من حديد، سجل 3 ركلات في هذه المباراة، 2 في المباراة وواحدة في ركلات الترجيح، ليكون هداف البطولة برصيد 8 أهداف ويفوز بجائزة الحذاء الذهبي ويصبح أفضل هداف البطولة. أيضا مبابي عنده رقم آخر
بلغت سرعة تسديدة مبابي اللي كانت على الطاير في المباراة النهائية اللي حقق فيها هدف التعادل في المباراة 123 كيلو متر في الساعة، تصبح أقوى تسديدة سجلت هدف في هذه البطولة. أسهم تسجيل 6 أهداف في المباراة النهائية في جعل بطولة كأس العالم الأعلى على الإطلاق من حيث عدد الأهداف المسجلة، حيث تم تسجيل ما مجموعه 1172 هدف في هذه البطولة، وهو رقم قياسي حطم فيه الرقم السابق 171 هدف، والذي تم تحقيقه في عامي 1998 و2014. رفع الحضور الكبير للمباراة النهائية المجموع التراكمي للمشاهدين أو للجماهير في تلك النسخة بكأس العالم إلى أكثر من 3.4 مليون متفرج، أي 3,400,000، مع متوسط حضور إجمالي بنسبة 96.3 من سعة الملاعب. يذكر شيء بالشيء يذكر أن كأس العالم 1994 هي البطولة الوحيدة اللي كان فيها عدد مشاهدين أو عدد جماهير أكبر. سافر أكثر من مليون زائر إلى قطر لمشاهدة المباريات من المدرجات، وكان ترتيب الدول الأولى التي جاءت منها الجماهير المملكة العربية السعودية والهند والولايات الأمريكية المتحدة، المملكة المتحدة والمكسيك. تخيلوا أن المنتخب الأرجنتيني اللي هو أكثر فريق كان لاعب كان جماهيره أعطت البطولة رونق وجمال أثناء المباريات، إلا أنهم مو من ضمن الخمسة أو الستة الأكثر زيارة إلى قطر. استمتع أكثر من 1.8 مليون، أي ما يقارب المليونين، مشجع بالبث المباشر للألعاب والترفيه النابض بالحياة في مهرجان فيفا للمشجعين في المهرجانات المصاحبة لبطولة كأس العالم، سواء في حديقة البدع في العاصمة القطرية أو في أماكن أخرى. عرفت بطولة كأس العالم الأولى في الشرق الأوسط العالم على الثقافة المحلية، فعلا عرفت في الثقافة المحلية وأظهرت شغف المنطقة بكرة القدم. كان في حديث في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام الغربي أن المنطقة منطقة الخليج ومنطقة الوطن العربي أو الميدل إيست ما هي مشهورة بحب كرة القدم، وأن كرة القدم أكثر معروفة في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية، ولكن في هذه البطولة قطر استطاعت أن تعرف العالم على حب وشغف جماهير كرة القدم في هذه المنطقة. لأول مرة على الإطلاق تأهلت دول من 5 قارات مختلفة لمرحلة خروج المغلوب، أي للدور الثاني، وأصبحت المغرب أول بلد عربي وأفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي. تم تسلم 420,000 طلب للتطوع في البطولة، وهو رقم قياسي، في حين تم اختيار 20,000 من المتقدمين، من بينهم 3,000 متطوع دولي من 150 دولة مختلفة للمساعدة في دعم جميع جوانب البطولة. يمكن البعض يظن أن إحنا انجام القطر، أو قد يرى البعض أن إحنا مثلا من دول الخليج أو العرب فازعين مع قطر، ونغض النظر عن بعض السلبيات أو بعض الأمور، فخلونا شوي ناخذ معاكم رأي الصحافة المحايدة في أوروبا منهم ونشوف شنو قالوا. الكاتب البريطاني، أحد الكتاب البريطانيين، أثنى على تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 التي اختتمت منافساتها الأحد قبل يومين بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا، مؤكدا أن البطولة كانت استثنائية بكل المقاييس. الكاتب الإنجليزي يقول البطولة استثنائية بكل المقاييس، وأيضا وصف تشارلز بروكس في مقال نشرته صحيفة البريطانية الغارديان أن تنظيم قطر لكأس العالم بالمبهر والدقيق رغم الكثير من الحملات الإعلامية التي سبقت البطولة ورافقت بدايتها، مشيرا إلى أنه لا يسع الجميع في النهاية إلى أن يرفع القبعة، لا يسع الجميع إلا أن نرفع القبعة تحية لجهود قطر في تنظيم البطولة. وأضاف بروكس وهو عالم اجتماع، طبعا مو هذا بروكس، هذا زبلته لاعب الأرجنتين، بروكس وهو كاتب وهو عالم اجتماع، كاتب صحفي مهتم برياضة ركوب الخيل في بريطانيا، إنه عند المقارنة بين ما فعلته قطر في تنظيم كأس العالم وبين تنظيم بريطانيا لنهائي كأس أوروبا يورو 2020 والذي شهد
كثير من أعمال الشغب واللي غذتها سواء المشروبات الكحولية أو المخدرات. فإنه يمكن لكل واحد أن يسأل نفسه هذا سؤال مهم، وشوفوا هذا الوصف المهم، يقول أين يفضل أن يصطحب شخص أو مشجع ابنته ذات العشر سنوات؟ هل تفضل بطولة مثل بطولة بريطانيا اللي هي دولته، البطولة اللي كانت في إنجلترا أو في قطر؟ وتابع أيضا يقول التساؤل الحقيقي سيكون حول ما حققته البطولة، فقد ازدهرت بلدان لم يكن توقع أنها تزدهر، كان في مفاجآت، كما أن كل من حضروا هذه البطولة في قطر أكدوا على أنها كانت آمنة جدا، نقطة مهمة، ومنظمة بطريقة بارعة. واختتم مقاله بالقول ربما يجب أن نطلب من قطر النصيحة حول كيفية إدارة الأحداث الرياضية بدل ما أن نلقي عليهم المحاضرات حول الملابس المقبولة وغير المقبولة. هذا كاتب، خل نروح على الرياضيين، خل نشوف شنو قالوا الرياضيين. أجمع عدد من اللاعبين السابقين على أن المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر كانت واحدة من أفضل المباريات على مر العصور، بعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح على فرنسا بعد تعادلهم 3-3. كاريجر مدافع ليفربول ومنتخب إنجلترا ومحلل قناة سكاي، جيمي كاريجر يقول أن المباراة كانت واحدة من أفضل المباريات على مر العصور. وأضاف كاريجر عبر تويتر، أظهرت المباراة جدارة كرة القدم بأن تكون أعظم لعبة على الإطلاق، كانت رائعة. قال أيضا بابلو زابالتا المدافع الأرجنتيني لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، بالنسبة لبلادنا سنرى صور مارادونا وميسي وهما من أعظم اللاعبين على مر العصور مع كأس العالم، هذا رائع جدا ونحن محظوظين كثيرا. هذا بابلو زابالتا أرجنتيني. نروح على الإنجليزي اللي غاري نيفل، اللي دائما مشهور أن الشخص دائما لاذع بانتقاده، يقول أن ميسي يستحق الفوز، وأيضا يقول طوال مسيرة ميسي أشعل الأجواء في كل مباراة خلال هذه البطولة، محظوظ كل من شاهد ميسي بصورة مباشرة وهو يلعب. فهو اليوم قاعد يتكلم عن إبداع ميسي ويتكلم عن إبداع التنظيم في قطر. أنا بس أقول شيء واحد، وشهد شاهد من أهلها، وهم اللي شهدوا مو إحنا اللي نشهد، مو إحنا في الإعلام الكويتي أو الخليجي أو القطري اللي قاعد نتكلم ونشيد في بطولة كأس العالم، وهم اللي كانوا كلهم ضد كأس العالم المحايدين منهم، وأصحاب عشاق كرة القدم أشادوا في تنظيم قطر. طيب نروح حق ميسي. قبل كأس العالم كان في أرقام، أكثر من لاعب مباريات في بطولة كأس العالم كان لوثر ماتيوس 25 مباراة، أكثر من ساهم بالأهداف وهو كلوزة لاعب المنتخب الألماني، أكثر من صنع أهداف هو مارادونا، أكثر من صنع أهداف بالأدوار الإقصائية هو بيليه، هذا قبل بطولة كأس العالم، أكثر من لعب دقائق في كؤوس العالم هو مالديني، من سجل في كل الأدوار لا أحد. لكن بعد كأس العالم جميع هذه الأرقام كسرت وتم تسجيلها باسم ليونيل ميسي. بشت غترة، بشت غترة عقال، قحفية خيمة سدو، بشت عقال قحفية خيمة سدو، رمال ذهبية، فانوس ملعب لوسيل. بطولة فعلا جسدت معاني الأصالة العربية من خلال صناعة الكثير من التفاصيل، هذه التفاصيل هي الفارق. ملاعب رائعة، ضيافة أكثر من رائعة، أمان، غياب العنف والاشتباكات بين الجماهير، شبكة مواصلات عظيمة، مفاجآت، وأفضل نهائي بتاريخ البطولة. فالبطل الحقيقي لكأس العالم هم أبناء قطر، فقد أبدعوا بتنظيم إحدى أفضل نسخ كأس العالم إن لم تكن الأفضل بالتاريخ. لقد نجحتم بكسر الصورة النمطية لمجتمعنا الخليجي والعربي، ورسمتم أجمل صورة
لنا كعرب وأثبتتم بأننا نملك القدرة على الإبداع والإنجاز. كسبتم الرهان، كسبتم الرهان العالمي واحترام العالم يا أهل قطر. نحن سواء في الخليج أو في العرب فخورون بكم، ولكم الحق في أن تفخروا بشبابكم وإنجازكم الملهم لنا جميعا. شكرا لكم يا أبطال المونديال الحقيقيين، شكرا لتميم المجد، شكرا لكم يا قطر. نطلع فاصل ونعود مع ما تبقى من برنامج صباح الخير يا كويت. شكرا قطر وترى الشعور اعمق، شكرا قطر وترى الكلام ابلغ. في هذا الحدث الاميز عالميا شفنا متعه الابداع وعشنا الاجواء الاحترافيه واكتملت اركان النجاح بالتنظيم الاجمل على الاطلاق. وما كفاكم، ما كفاكم، الغاية كانت أشمل وكان الهدف أسمى. قدمتونا للمشهد العالمي بس بشكلنا، بروحنا، بديننا وقيمنا. قدمتونا للمشهد العالمي بعاداتنا وإرثنا، بتراثنا وحاضرنا، بعمقنا وبساطتنا، وبلا أدنى تنازل عن هويتنا. اليوم ومن خلالكم شافونا العالم بصورتنا الحقيقية. ختام حلقة جميلة من حلقات صباح الخير يا كويت، استمتعنا خلال هذه الحلقة بالعديد من المواضيع والمعلومات اللي طرحناها، وأيضا لقاءات حلوة وجميلة ما بين الورد وما بين الهندسة، ولا شو رأيك افتخار؟ فعلا عبد الرحمن، دايم في صباح الخير يا كويت نقدم لكم محتوى، وهذا المحتوى توعوي ويفيدكم أيضا في كثير من جوانب حياتكم، شو رأيك يا عادل؟ والله أنا مستمتع جدا في تجربة برنامج صباح الخير يا كويت، وفعلا قاعد استفيد منكم جميعا، قاعد استفيد بالفقرات الموجوده، وفعلا الضيوف اللي تختارونهم يعطون قيمه مضافه للبرنامج ولي صباح الخير يا كويت. احنا استفدنا بوجودك وتحليلك وتوقعاتك اللي يعني اغلبها ما شاء الله تم، لكن قبل لا نختم الان في سالفه دواوين قاعد تنتشر اليومين، ميسي خلاص ولا يكمل ولا توقعات؟ هذا مو بس الدواوين، هذا حتى الاعلام العالمي الان هو حديث الساعه امرين. الأفضلية التاريخية لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، هل هو ميسي هل حسمها أو لا؟ أي؟ أو أنه راح يستمر ولا ما راح يستمر؟ ميسي بلسانه قال بعد بطولة، مع أنه أثناء البطولة كان يقول راح ألعب آخر مباراة هي المباراة النهائية، لكن بعد ما فاز قال راح أستمر، غير رأيه أي قال راح أستمر وألعب وأنا بطل، على عكس السابق كان دائما مضغوط أنه لابد يحقق البطولة. بالضبط. الأفضلية التاريخية موضوع مختلف، الأفضلية التاريخية أنا من وجهة نظري هو موضوع ذوقي، ما في قوانين، لا ما في شروط، ما نقدر يعني، ممكن واحد يقول بيليه، واحد يقول مارادونا، واحد يقول ميسي الان لانه حقق كاس العالم، صحيح. وممكن واحد ثاني يقول لاعب ثاني يطلع، ما تقدر تحكمها، ما فيها شروط لان فيها كثير من المتغيرات والمعطيات. ولكن اللي علينا، وهذه نصيحتي للجماهير اللي في السوشيال ميديا وهذا، ان نستمتع بهذه النجوم، نستمتع بالابداع. انا اقول كلمه دائما، اذا انت تعشق فن لازم تحب افضل ناس بهذا الفن. ما يصير تحب فن الرسم وما تحب دافنشي او بيكاسو، ما يصير تحب كره القدم ما تحب ميسي وبيليه ومارادونا. فنستمتع احسن من المشاحنات الموجوده. تبي الصدع عاد الختام، ترى المتعه اللي كونتها وتركتها اثرا المونديال لكاس العالم ممكن ما يوازيها متعه صراحه، صحيح. يعني صعب انك تستمتع بعدين في اي مونديالات اخرى او اي بطولات او دوريات. شكرا عادل، شكرا افتخار عبد الرحمن، شكرا مشاهدينا، وصلنا للختام، نلتقي ان شاء الله غدا، والى اللقاء، مع السلامه. مع السلامه.